السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وكايا وبايو اللي عندنا ميد ترم كمان 10 أيام خلاص. تمام، فإن شاء الله ربنا معانا ويوفقنا كلنا. فبص بقى وركز، علشان الفيديو ده فيه بناية الميد ترم في العضوية. تمام، صلي على النبي الأول كده وبص معايا. محتويات المحاضرة دي هتبقى ايه؟ زي ما احنا عارفين ان احنا بنمشي المحاضرة قبل ما بنشرح، بنعرض محتويات المحاضرة عشان نعرف احنا هنمشي ازاي في المحاضرة. تمام، بص بقى كده. بص، اول ساعة من الفيديو هيكون فيه شرح تحضير الالكاين. تمام، عشان نكون كده خلصنا الالكان والالكين والالكاين. تمام، زي الفل زي الفل. عشان الدكتور وناس كتير سألت، قالت ان الميد تيرم هيكون عن جزء التسمية والتهجين بس، الجزء العملي تمام اللي هو بتاع الخبرات الكواشف والحاجات دي. فممكن لو انت عايز تفكس لأول ساعة بتاعة الالكاينات ممكن تفكس لها. تمام، بس نصيحة مني يعني، انت لسه عندك وقت فاسمعها عشان ما تتراكمش عليك بعد كده في الشرح اللي هينزل بعد كده. تمام، هقول لك هينزل امتى. المهم، بعد شرح الالكاينات هيكون في ايه بقى؟ هيكون فيها معلم مراجعه الميد تيرم. بص، دي هتبقى عباره عن ايه المراجعه دي؟ اول حاجه هيكون فيه هنعمل مراجعه التسميه، مراجعه التسميه سريعه كده، اللي هي اللي انت لو شفت اول فيديو وتاني فيديو هنعمل ريفيجن سريعه كده على التسميه علشان تعمل ريفرش للذاكره بتاعتك. تمام، وهنشرح تسمية الايثر بالتفصيل وتسمية الاستر وتسمية الاميد عشان دي ناس كتير اوي طلبتها مني. تمام، ومتكررة في الاسايمنتات، فهنشرحها كده على السريع كده. تمام، عشان تكون ملم بالحاجات دي كلها. تمام، زي الفل. الستيب التانية بقى او الخطوة التانية هنعمل ايه؟ هنعمل مراجعة لجزء التهجين. تمام، مش هشرحه بالتفصيل طبعا زي اول محاضرة، بس هنشرحه، هنديك الحاجات المهمة، الحاجات اللي هي المهمة وزوايا التهجين المهمة. تمام، وافهمها لك طبعا زي ما احنا متعودين. تمام، تالت حاجة بقى وهي الحاجة المهمة جدا، تمام، اختبارات الكواشف، شرح اختبارات الكواشف، ودي هتبقى مهمة جدا. ليه؟ لان اسئلة الميد تيرم هيجي كيف تفرق بين المركب ده والمركب دوت، او ازاي تفرق بين ده وده. تمام، فانا اعلمك ازاي تفرق بين ده وده عن طريق ايه؟ الكواشف. اعلمك بقى الكاشف ده ليه استخدمته هنا وليه ما استخدمتوش هنا، وليه اصلا الكاشف ده بيستخدم في مثلا، ليه استخدم في الالديهيد الاليفاتي مثلا، ليه ما استخدمش في الالديهيد الاروماتي. تمام، والحاجات دي كلها هفهمها لك ببساطه خالص خالص خالص. تمام، بعد كده بقى اخر خطوه معانا في المحاضره او اخر ستيب هتبقى ايه؟ هتبقى عباره عن حل اسئله امتحانات. تمام، حل اسئله امتحانات بقى زي اللي هتيجي ان شاء الله في الميد تيرم زي الدكتور قال عليها. تمام، اللي هي الاسئله بقى اللي مثلا يقول لك، يديك مركب يقول لك عايز التسميه بتاعته. تمام، ده اول سؤال. تاني سؤال يقول لك عايز التهجين. تالت سؤال يقول لك مثلا ده يعطي النتيجه مجمع اختبار ايه، او ازاي تفرق بين المركب ده والمركب دوت. فانت تشوف كاشف يديك نتيجه مجمع مع المركب والنتيجه سالبه مع المركب التاني عشان كده انت عرفت تفرق بينهم. لكن لو الكاشف اداك نتيجة موجبة مع المركبين او نتيجة سالبة مع المركبين فانت كده معرفتش تفرق بينهم. تمام، هنشرح الحاجات دي طبعا بالتفصيل زي الفل زي الفل. وبس كده، ده هيكون اخر فيديو هتشوفني فيه. لا استنى، انت رحت فين؟ مش اخر فيديو خالص، لا ده اخر فيديو هتشوفني فيه لحد بعد المتر. تمام، عشان منزلش فيديوهات طبعا تشتتك في وقت زي ده، فاحنا قررنا نكمل المنهج بعد المتر ان شاء الله. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وتذكر الله. تمام، معلش قبل ما ابدا تاني، بس احنا عشان احنا طلاب علم صح، وانت بتذاكر كده وبتجتهد وقريب من ربنا، اسمع منه الدعاء ده باخلاص وقول امين لاهلنا في فلسطين. تمام، اللهم نستودعك فلسطين وكل اهالي غزه، فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وسخر لهم الارض ومن عليها. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم انا نستودعك فلسطين واهلها وارضها وسمائها، رجالها ونسائها واطفالها. اللهم فاحفظها من كل شر وسوء، يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم من اراد بها او باهلها السوء فاجعل دائره السوء تدور عليه يا رب العالمين. نشهدك يا رب العالمين ان اعيننا تفيض من الحزن والدمع وليس بيدنا حيله. اللهم انصر اخواننا في المسجد الاقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انتقم من اعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المرابطين والمستضعفين من اهل فلسطين. اللهم امين. نبدا بقى الفيديو على بركه الله، نبدا الفيديو مع بعضينا. طبعا الفيديوهات اللي فاتت احنا خلصنا اول فيديو، نراجع بس مع بعضينا. خلصنا اول فيديو اللي هو بتاع التسميه،
والفرق بين المركبات كان فيديو اساسيات مهم جدا. تمام، الفيديو التاني فيديو حل الاسئله. تمام، الفيديو التالت كان فيديو بدانا بقى في البريبريشن اند رياكشنز، الالكان والالكين. تمام، الفيديو ده بقى الفيديو الرابع، وهو فيديو نبدا الاول بالالكين. عايز اقول لك حاجه، احنا دلوقتي هنبدا بالالكين هنفهم حاجات كتير جدا، الحاجات دي مش مفهومه في الكتاب طبعا. ليه؟ لان الكتاب طبعا كاتب لك المعادله وانت مع نفسك بقى تفهم. تمام، فاحنا دلوقتي هنفهم المعادلات دي كلها مع بعضينا، وهنفهم الشرح ده ازاي جه تمام مع بعض. بس اول حاجه طبعا قبل ما تبدا تصلي على النبي وتذكر الله، ويلا بينا دلوقتي نبدا مع بعض. قبل اي حاجه انا عايز اقول لك معلومات مهمه عن الالكين. ايه هي المعلومات المهمه؟ انه يكون عنده تريبل بوند. ايه رايك؟ دي معلومه مهمه والله، ان دي هتعرفنا حاجات كتير دلوقتي. تمام، يبقى اول معلومه ان يكون عنده تريبل بوند، زي الفل زي الفل. تاني معلومه ان الالكين عباره عن ايه؟ عباره عن سي ان اتش 2 ان ماينس 2. دي قلتها لك في اول فيديو. يعني ايه سي ان اتش 2 ان ماينس 2؟ يعني لو السي مثلا ب 2، تمام، ال اتش 2 ان ماينس 2 يعني ايه؟ يعني 2 في 2 ب 4، ناقص 2 تبقى ب 2، يبقى سي 2 اتش 2. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ال اي ساين، اسمه الاي ساين اهو. سي تريبل بوند، وهنا عندك اتشاية وهنا عندك اتشاية. تمام. دي بس كانت ريفيجن سريع عن ايه هو الالكاين. تمام، نبدأ بقى بالبريبريشن اوف الكاين. اول حاجة عشان نحضر الالكاين انا عايز افهمك حاجة بسيطة جدا. تمام، احنا بنحضره ازاي او عايزين نحضره ازاي؟ الالكاين تريبل بوند. تمام، فانا عايز اقولك ان التحضير عامة في الالكاين تمام بيتحضر بحاجة اسمها الإزالة أو الإليمينيشن. يعني إيه إزالة أو إليمينيشن؟ تمام، زي الفل. إزاي بقى أو ليه بنعمل عملية الإليمينيشن أو عملية الإزالة؟ تمام، فاكر لما قلت لك في الألكين؟ ارجع كده بالذاكرة في الفيديو اللي فات لما قلت لك إن الألكين تمام لما كان عبارة عن ربطتين، تمام كده، وأنا عندك طبعا إتشاتك وأنا عندك إتشاتك، لما كنت بحضر منه الكان، لما كنت بحضر منه الكان، فاكر لما كنت بقول لك ايه؟ فاكر لما كنت بقول لك الرابطه باي تتكسر، اتش تيجي يمين الرابطه، اتش تيجي شمال الرابطه، لما كنا بنكسر رابطه باي وكنا بنحط ذرتين. تمام، فاكر لما كنا بنكسر رابطه باي وكنا بنحط ذرتين؟ تمام، كنا بنعمل اديشن لذرتين، فكنا بنعمل عمليه اضافه ذرات. هنا بقى في الالكان هنعمل عمليه اليمينيشن، هنعمل عمليه نزع ذرات. فبالتالي كده دماغك معايا، لما كنا بنكسر رابطة وكنا بنحط ذرتين، تمام، كنا بنعمل إضافة ذرات، فكنا لازم نشيل رابطة. ببساطة خالص، الرابطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن تو الكترون. تمام، عبارة عن تو الكترون ايه؟ فاحنا شلنا الرابطة، عبارة عن شلنا الكترونين، فلما شلنا الكترونين لازم غصب عننا هنحط ايه؟ ذرتين. فاكر فالفيديو اللي فات كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل عملية إضافة هيدروجين أو عملية هدرجة او عمليه الاكتزال ريدكشن. تمام، كنا بنطلع ايه؟ كنا بنطلع الكان من الالكين، فاكر؟ فلما كنت بقول لك الرابطه باي تتكسر، اتش تيجي يمين الرابطه، اتش تيجي شمال الرابطه. لكن هنا بقى هنعمل عمليه اليمينيشن، هنعمل عمليه نزع. فالنزع ده بقى يتم ازاي؟ هننزع بقى ذرات. احنا هنا كنا بنضيف ذرات. تمام، فالرابطه باي قلت لك الرابطه باي عباره عن، تاني، الرابطه باي عباره عن زوجين من الالكترونات. تمام، فلما شلنا الرابطه باي فلازم نحط ايه؟ فلازم نحط ذرتين علشان تعوض الرابطه باي. تمام، فحطينا اتشايتين. ده كان الفيديو اللي فات. الفيديو ده بقى احنا هنعمل ايه؟ الفيديو ده احنا هنشيل. تمام، هنعمل عمليه الاليمينيشن. فركز معايا في عمليه الاليمينيشن دي لانها مهمه جدا. نبدا اهو من اول وجديد. عمليه الاليمينيشن او عمليه النزع، العمليه دي بقى بتتم ازاي؟ اول حاجه صلي على النبي، انا هفهمك دلوقتي العمليه دي بالتفصيل. اول حاجه انت عندك مثلا، نيجي لأبسط مثال اللي شغالين عليه دايما، أبسط مثال. تمام، ده اسمه ايه؟ ده اسمه الإيسان. ده اسمه الايه؟ الإيسان. تمام، زي الفل. أول حاجة أنا هقول لك هنعمل عملية نزع أو عملية إليمينيشن. فلما بننزع احنا هننزع طبعا اتنين، بننزع ايه؟ بننزع ذرتين. تمام، نزعنا ذرتين، فلما بتشيل ذرتين، الذرة عبارة عن هنا 1 إلكترون وهنا 1 إلكترون، فأنت شلت ذرتين. هل بقى الالكترونات اللي انت شلتها خلاص كده؟ لا، بيقول لك لما بتشيل ذرتين
بينشأ عنها رابطة اسمها رابطة باي، فرابطة باي تبقى ايه؟ تبقى في النص. طب تمام زي الفل، انت كده جبت ايه؟ انت كده جبت رابطة باي، انت عايز تجيب رابطة كمان. تمام زي الفل، شيل يا عم الذرتين التانيين دول. فانت شلت الذرتين التانيين دول فحطيت رابطة كمان، يبقى كده احنا عملنا عكس عملية الإضافة لما كنا ايه، لما كنا بنكسر الرابطة باي. لما كنت بقول لك الرابطة باي تتكسر، اتش تي جي يمين رابطة، اتش تي جي شمال رابطة، لا بقى احنا هنا هنعمل عملية ايه؟ اليمينيشن. هنشيل احنا الاتشات او هنشيل الهالوجين او هنشيل اي حاجة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعضينا. هنشيل الاتشات او هنشيل الهالوجين، هنشيل يا عم اي ذرتين. فلما بتشيل مول من مول او ذرتين عامة، بتحط بدلها رابطة باي. تمام، شلنا ايه؟ شلنا 4 ذرات فحطينا رابطتين باي، لان الرابطة عبارة عن زوج من الالكترونات. زي الفل كده، زي الفل. يبقى بص بقى، ازالة، تمام، هقول لك بقى المعلومة، ازالة اي ذرتين من مركب فيسينال. طب يعني ايه مركب فيسينال؟ خدناه الفيديو اللي فات، ركز معايا. الفيديو اللي فات كنا خدنا المركب الفيسينال، يعني ذرتين جنب بعض كده، في مثلا وليكن هنا اكس وهنا اكس، تمام، دي معناه ايه؟ فيسينال. دي معناه ايه؟ فيسينال. طب اسمه ايه فيسينال ده؟ ايه؟ داي هالايد. زي الفل، زي الفل كده. احنا خدنا الفرق بين عملية النزع وعملية الإضافة وفرقنا ما بينهم، تمام كده. انا كده بعرفك بس البداية بتاعتك هنمشي ازاي، لان المعلومات دي لازم تكون عارفها، لانك بعد المعلومات دي هتعرف بقى دلوقتي احنا هنمشي التفاعلات او الرياكشنز او البريبريشن عامة ازاي. تمام. عايز افرق لك بقى بين حاجتين مهمين جدا برضو دلوقتي. تمام. ايه هما الحاجتين دول؟ هتلاقي في الكتاب مكتوب لك، في مكتوب لك فيسينال داي هالايد، وهتلاقي مكتوب اللهم صل على النبي، هتلاقي مكتوب تقريبا تترا، تترا داي هالايد. تمام، بنحضر الالكاين من الحاجتين دول. قالها لك، قال لك من الفيسينال داي هالايد ومن التترا داي هالايد. تمام، انا عايز بقى قبل ما اخش لك على التفاعلات افهمك يعني ايه فيسينال داي هالايد ويعني ايه تترا داي هالايد. تمام كده، زي الفل. اول حاجه انا قلت لك الفيسينال داي هالايد يعني ايه؟ الفيسينال اول حاجه مركب فيسينال، يعني اتنين جنب بعض كده. داي هالايد يعني في اتنين ايه؟ اتنين هالايد، اتنين هالوجين مثلا. تمام، ده اسمه فيسينال ايه؟ ده اسمه فيسينال داي هالايد. فيسينال داي ايه؟ هالايد. تمام كده، تمام. طب يعني ايه بقى التترا داي هالايد؟ تترا داي هالايد يعني ايه؟ يعني المركب كده. تمام، تترا قلت لك يعني 4. تمام، تترا يعني 4. تمام، فالاربعة دول عبارة عن ايه؟ واحد كده، تمام، واحد كده، واحد كده، واحد كده. تمام، دي كلها طبعا ايه؟ كلها طبعا اكسات اهي، اللي هي ايه؟ اي هالوجين بقى، كلور، فلور، بروم، يود، وطبعا تكمل طبعا اتشاتك، مش هوصيك يعني. تمام. فايه؟ فده اسمه مركب فيسينال، تمام، وده اسمه مركب تترا. ركز فيهم جدا، لان المعلومتين دول مهمين جدا، دي تعتبر اساسيات المحاضرة. تمام، كل محاضرة بعلمك فيها اساسيات، لان لو دخلت لك المحاضرة كده على طول قلت لك البريبريشن على طول، انت مش هتفهم حاجة. تمام، فلازم تكون فاهم المعلومات اللي انا بقولها لك دي دلوقتي حالا. تمام، ما فهمتهاش مش لازم انك تفهمها كلها، انا مش بقول لك دلوقتي انك بداية الفيديو لا تكون بقى عملاق، لا الحاجات دي بص، المعلومات دي انا عندي كده حاجة لازم بقولها دايما، انك تعلم خير من ان لا تعلم. يعني ايه؟ يعني المعلومات دي قلتها لك، تمام، خير او افضل من انك ما تعرفش حاجة خالص، خير او افضل من انك ما تعرفش حاجة خالص. انت فهمت يا عم 20%؟ تمام، ال20% دول بعد المعلومات اللي اقولها لك بقى بعد كده، تمام، في نفس الفيديو هتكون فاهم كل حاجة بإذن الله. تمام. نبدأ بقى دلوقتي، نبدأ خلاص كده. انت خلصت، عرفت يعني ايه اليمينيشن، عرفت انك لما بتشيل ذرتين لازم تحط رابطة باي، فشلت 4 ذرات فهتحط رابطتين باي، فهيبقى مركب اسمه الالكاين. زي الفل، عرفت الفرق بين الفيسينال داي هالايد والتترا داي هالايد. تمام. نيجي بقى دلوقتي للكتاب بتاعنا يا عم، بيقول لك الالكاينات ايه. تمام، قلت لك التعريف بتاعه والحاجات دي كلها. بيقول لك تحضيرها، اول حاجه بنعمل نزع جزيء، بيقول لك نزع جزيئين من اتش اكس من هاليد الالكايل، ومديك المعادله ومديك حاجات كده انت مش هتفهم الحاجات دي كلها. بص، مديك لحد هنا اهو يا عم. تمام اهو، هل انت فهمت كده؟ لا، دوري بقى ان انا ايه؟ دوري بقى ان انا افهمك الحاجات دي. بص يا باشا وصلي على النبي، اول حاجه انا هفهمك الميكانيزم، بس بعد ما اديك المعادله اللي مكتوبه، تمام، هفهمك بقى الميكانيزم اللي حصل فيها. نغير اللون، نغير اللون.
هفهمك الميكانيزم اللي حصل في المعادلة، تمام؟ بس بعد ما اديك المعادلة بتقول ايه. المعادلة بتقول انك عندك، تمام، انك عندك ايه، عندك ذرتين كربون، تمام، عندك ذرتين ايه كربون، وعندك هنا ايه، ده مركب بيسينال. فطالما مركب بيسينال يبقى عندك مثلا هنا اكساية، تمام، وانا عندك ايه، وانا عندك اكساية، تمام، اي هالوجين، اي ايه، اي هالوجين. وكمل بقى اتشاتك، هنا عندك اتش واحدة ايه، وانا عندك اتش واحدة ايه، تمام. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك انت بتستخدم قاعدة، نستخدم كي او اتش. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك لما بتستخدم كي او اتش اداك ايه، اداك سي دبل بوند سي، تمام. هفهمك دلوقتي ايه اللي حصل. وهنا عندك اكسايه، تمام، والاكسايه اللي هنا راحت مع الاتشايه اللي هنا راحت، وهنا عندك اتشايه. هقول لك دلوقتي ليه دول اللي راحوا، هنا ما ذكرهاش في الكتاب طبعا، بس انا هقول لك ليه دول اللي راحوا، تمام. قال لك بقى ده المركب اسمه ايه. فاكر لما كنت بقول لك في المحاضره الاولى برضو ان دي عباره عن ايه، هنا عندك اتشايه، تمام، وهنا عندك اتشايه، تمام، فيبقى عندك ايه، 3 اتشات وايه وكربونتين. فاكر لما كنت بقول لك سي 2 اتش 3 ده اسمه فاينايل، تمام، فاينايل مش فينايل، اسمه فاينايل، تمام. فاكر لما فرقت لك بين الفاينايل والفينايل والحاجات دي كلها، تمام، ده اسمه مركب ايه، فاينايل. فيبقى فاينايل ايه، فاينايل هالايد، علشان فيه هنا ايه، هالوجين هالايد. وكمل انت، فاينايل هالايد، تمام، ده اسمه ايه، ده اسمه الفاينايل هالايد. قال لك بقى الفاينايل هالايد لازم نستخدم له قاعده قويه جدا. فهنستخدم له ايه، هنستخدم له ال ان ايه، ان اتش 2. فلما نستخدم له ان ايه، ان اتش 2، هننزع الاكس والاتش. فاحنا كده نزعنا ايه، نزعنا ذرتين. لازم نحط ايه، نحط رابطه باي، تمام، تمام كده. وكمل بقى هنا اتش وهنا اتش، زي الفل، زي الفل كده. احنا حضرنا الالكاين. تعال بقى نفهم الطريقه دي حصلت ازاي، لانك انت كده مش فاهم طبعا اي حاجه من اللي حصل. نمسح، نمسح يا عم، ونبدا نشوف بقى الطريقه دي حصلت ازاي. تيجي نجرب اللون الاصفر، تمام، اللون الاصفر كويس، ما جربناش احنا الفيديوهات اللي فاتت. بص بقى الطريقه دي حصلت ازاي، ركز معايا. قلت لك اول حاجه ايه، قلت لك انت بتحضرها من ايه، من مركب فيسينال داي هالايد تو هالوجين، تمام. ده اسمه مركب ايه، ده اسمه فيسينال داي هالايد. وضح الاتشات دي، لان الاتشات دي مهمه جدا في الميكانيزم اللي هيحصل، تمام. ونكتب بقى هنا اتش وهنا اتش، تمام، ده اسمه مركب ايه، اسمه الفيسينال داي هالايد. قال لك اول حاجه هنحط له ايه، نحط له كي او اتش. اول حاجه انت عارف ان الكي دي موجب، تمام، ملناش دعوه بيها دلوقتي، خد الاو اتش، تمام. هقول لك حاجه مهمه جدا جدا جدا. فاكر في اول فيديو في جزء التهجين او جزء الهايبرديزيشن، قلت لك ان في حاجه اسمها اللون بير، كانت لو فاكر كانت على الان اللي هي النيتروجين، وكانت على الاكسجين، وكانت على الكبريت، الحاجات اللي قلتها لك دي، تمام. الاكسجين بقى دي عندها ايه، عندها 6 الكترونات او 3 زوج من الالكترونات الحره، تمام. اللي هي بتتسمى الايه، اللون بير، تمام، زي الفل، زي الفل. الاو عندها الكترونات حره مستقويه نفسها، تمام، الاو مستقويه نفسها. فعايزه تعمل ايه، فعايزه تعمل اتاك. هتعمل اتاك على هيدروجينه طبعا، تمام، انت عارف ان الاو بتحب الايه، بتحب تعمل اتاك على هيدروجينه الغلبانه، تمام. فهتروح تعمل اتاك على اقرب هيدروجينه ليها. طب دي اقرب هيدروجينه ليها ايه، الهيدروجينه دي ولا الهيدروجينه دي؟ لا، هتقول الهيدروجينه دي. فهتعمل اتاك على الهيدروجينه اللي جنبها، تمام، اللي هي اقرب هيدروجينه ليها. فهتروح تعمل اتاك على الهيدروجينه دي، تمام، زي الفل. طب هتعمل اتاك على الهيدروجينه دي، طب ما كان فيه هنا ايه، طب زوج الالكترونات بقى هيروح لمين، زوج الالكترونات، هل الهيدروجينه هتمشي بالزوج الالكترونات بتوعها، ولا الكربونه اللي عندها الكترون رياكتيفيتي اعلى، اللي عندها الكترونز رياكتيفيتي اعلى من الهيدروجين هتسحبها؟ لا، الكربونه هتقول لها مش انتي مشيتي، فانا بقى الالكترونات بتاعتك اللون بير انا هاخدهم، تمام. فالكربونه تروح ايه، تروح واخده، تروح واخده اللون بير، تمام، نكبر كده الخط، تروح واخده اللون بير بتوع الايه، بتوع الهيدروجين. الهيدروجين مشيت، الكربونه خدت اللون بير بتوعها، تمام، الهيدروجين خلاص كده مشيت، زي الفل، زي الفل. فلما الهيدروجين مشيت،
الكربونه دي ما بقتش مستقره، الكربونه عندها 3 روابط وعندها لون بير، فالكربونه دي عايزه تعمل ايه؟ عايزه تعمل رابطه، تمام، عايزه تعمل رابطه باللون بير بتوعها. فلما تعمل رابطه، تمام، الرابطه عباره عن زوج الكترونات، اهي هي عندها زوج الكترونات حره، فمن حقها انها تعمل رابطه، تمام. فلما تعمل الرابطه بقى هتشيل ايه؟ هتشيل هالوجينه من دي، طبعا هتشيل هالوجينه من دي، لان لما تعمل رابطه كده هتبقى دي عباره عن ايه؟ هتبقى خماسيه فمش مستقره، فتشيل هالوجينه، تمام. هتقول لها انا مش عايزاكي، فتشيل هالوجينه دي. فكده فهمت؟ فهمت ليه شلنا من اول عمليه ليه شلنا دي ودي؟ تمام كده، كده انت كده فهمت كده احنا ايه؟ تمام. كان عندك هنا ايه؟ كان عندك هنا اكس ايه، تمام، والاتش اللي هنا اتشالت، تمام. وكان عندها ايه؟ كان عندها لون بير، كان عندها لون بير، فاللون بير دي قالت لك اعمل رابطه، تمام، والاكس اللي هنا اتشالت طبعا، كان عندك اتشايه وهنا عندك اتشايه، تمام كده، تمام كده ايه؟ كده انت وصلت لرابطه واحده، ده اسمه ايه زي ما قلت لك لو فاكر؟ ايوه، اسمه فاينايل هالايد، فاينايل هالايد، تمام. انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز الفاينال هلايد دوت، عايز اوصله للالكاين، تمام. اوصله ازاي؟ قال لك ان ايه؟ ان اتش 2 في او اتش كده كده في الوسط، تمام، في او اتش كده كده في الوسط موجوده. الاو اتش دي مستفزه قوي، الاو اتش دي حاجه كده مستقويه القلب على الاتشات، تمام. فين عندك اول مركب؟ اول مركب يا عم، اول مركب هنا عندك اكس، تمام، هنا عندك الاتشايه رابطه ايه، تمام، وانا عندك اتشاية بتاعتك لسه موجودة، اتشاية بتاعتك لسه موجودة، تمام، وانا عندك الرابطة دي، تمام. الاو اتش قلت لك ايه؟ عندها لون بير، عندها الكترونات حرة، تمام، بتستقوى القلب على الاتش، فتروح ايه؟ فتروح سحبة الاتش، فالاتش عندها زوج الكترونات حرة، تمام. فالزوج الالكترونات الحرة هيروح لمين؟ فالزوج الالكترونات الحرة هيروح للكربونة، وما بقى عندها زوج الكترونات حرة بس عندها 3 روابط بس، لان دي كده كده اتشالت، تمام، فبقى عندها 3 روابط بس، فكده مش مستقرة، لازم تعمل الرابطة الايه؟ الرابطة الرابعة. فهتعمل الرابطة الرابعة ازاي؟ هتحط رابطة رابعة، فكده هتكون مش مستقرة اكتر، ده هتبقى عندها 5، فايه؟ فهتقول للهالوجينة دي مع السلامة يا هالوجينة، تمام، مع السلامة. فتعمل ايه؟ فتعمل اي 3 روابط زي الفل، زي الفل. من عندك الاتش ام موجودة بتاعتك ايه، والاتشال على الشمال موجوده بتاعتك زي الفل. كده احنا فهمنا الميكانيزم اللي حصل، كده احنا فهمنا الميكانيزم اللي حصل، ليه خدنا الهالوجينه دي مع الاتشا دي، وليه خدنا الهالوجينه دي مع الاتشا دي. هي مش موجوده في الكتاب، تمام، بس انا بفهمك علشان تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي، علشان تكون فاهم مش حافظ، لانك لما بتحفظ بتنسى، تمام، لما بتفهم الموضوع بيكون في دماغك خلاص، انت فهمت الميكانيزم ماشي ازاي، فمستحيل تنسى. نعيدها، معلش هعيدها دلوقتي سريعا كده، تمام. اول حاجه كان عندك ايه؟ كان عندك مركب اسمه فيسينال داي هالايد، تمام، حطينا له كي او اتش، تمام. الاو اتش قلت لك بتستوى القلب على الاتش، فالاو اتش تروح سحبه الهيدروجينه، تمام. هتسحب الهيدروجينه دي ولا الهيدروجينه دي؟ لا، بتروح للاقرب ليها فتسحب الهيدروجينه دي، تمام. الهيدروجينه كان عندها رابطه، فزوج الالكترونات هيروح مع الهيدروجينه؟ لا، الكربون عندها الكترونز رياكتيفيتي اعلى، فتروح ايه؟ فتروح واخده الالكترونات او زوج الالكترونات بتاع الهيدروجين، فالهيدروجين مشيت مع الاو اتش مع السلامه، تمام. فايه؟ فكده الكربونه بقى عندها 3 روابط وبقى عندها لون بير، فبتكون عايزه تعمل رابطه، فتعمل رابطه باي. لما تعمل رابطه باي هيكون في عندك هالوجينه، فتقول لها مع السلامه يا هالوجينه، تمام. فتروح عامل المركب دوت، بقى عندك هنا اكسايه وعندك هنا الاتشايه بتاعتك، تمام كده، تمام زي الفل. فبالتالي بقى انت عندك ايه؟ عندك المركب ده اسمه ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى فاينايل، وعندك هالايد يبقى اسمه فاينايل هالايد. قال لك الفاينايل هالايد ده بيحتاج قاعده قويه، ان اتش 2، تمام، وعندك في نفس الوسط بتاعك في عندك او اتش، الاو طبعا قلت لك ايه؟ بتستقوي القلب على الاتش، فتروح واخده الاتش من الايه؟ من الاقرب ليها، تمام، فتروح واخده الاتش، فهيكون موجود لسه زوج من الالكترونات الحره، تمام. فزوج الالكترونات الحره بتعمل رابطه، زوج الالكترونات الحره بتعمل رابطه، فبالتالي ايه؟ فهتاخد طبعا الهالوجينه دي هتستبدلها، هتقول لها مع السلامه لان انا عايز اعمل رابطه، تمام. لما قلت لك تفاعل النزع، لما بتشيل ذرتين لازم تشيل ذرتين عشان تعمل رابطه، لان الرابطه عباره عن زوج من الالكترونات، فيديك الالكاين، تمام، تمام كده احنا ايه؟ كده احنا خلاص بفضل الله عرفنا نحضر الالكاين، تمام،
باستخدام ايه؟ باستخدام الفيسينال دايهالايد، باستخدام الفيسينال دايهالايد. نمشي معاك واحده واحده في الكتاب. تمام، نمسح الحاجات دي. بص قال لك ايه اهو، الفيسينال دايهالايد اهو. اول حاجه استخدم لك الكو اتش، اول حاجه شال الاكس اي دي، وقلت لك شالها ليه مع الاتش اي دي. تمام. بعد كده ايه؟ بعد كده اداك المركب دوت. المركب دوت اسمه ايه؟ اسمه فاينايل هالايد. تمام، الفاينايل هالايد قال لك لازم نستخدم له قاعده قويه جدا، سترونجر بيز. تمام، اداك ايه؟ اداك الالكاين. شلنا اكس اي من هنا طبعا مع الاتش اي اللي هنا. ليه اتش اي من هنا؟ عشان كان في او اتش في الوسط خليت الاتش اي. تمام، فعايزاها تعمل رابطه، فطالما عملت رابطه فهتشيل الاكس اي دي، فيديك ايه؟ يديك الالكاين. كده زي الفل، كده اظن انت فهمتها ببساطه. تمام. التاني بيقول لك لو انت عندك ايه، نزع جزيئين من الهالوجين، تمام، او 2 مول هالوجين اللي هي 4 ذرات من ايه بقى؟ من هاليد القاي رباعي الهالوجين اللي هو تترا، اللي هو تترا هالايد. تمام، فاكر اول الفيديو؟ اول الفيديو انا ليه دلوقتي ماشي معاك وفرحان؟ فرحان ليه؟ لان انا قلت لك الاساسيات بتاعتك، قلت لك في بدايه اول الفيديو ان في عندك حاجه اسمها فيسينال داي هالايد اللي احنا خدناه وفهمناه زي مع بعضينا، ده اسمه فيسينال داي هالايد. تمام، وقلت لك في حاجه اسمها تترا داي هالايد، احنا دلوقتي في التترا داي هالايد. بص يا عم، وصلي على النبي، صلي على النبي معايا. تمام، بص بيقول لك ايه هنا اسمه ايه، ناخد اللون دوت، ناخد اللون الاسود بقى. بص هنا ايه، هنا عندك السي. تمام، الخط كبر قوي. بص هنا عندك السي، تمام، هنا عندك اتشاتك ايه. تمام، طالع منها سي، طالع منها سي، طالع منها سي، وهنا عندك ايه؟ اتشاتك. قلت لك التترا معناها ايه؟ قلت لك التترا، معلش دي ربط، قلت لك التترا معناها ان في ايه؟ في هنا هالوجينا وفي هنا هالوجينا. تمام، وفي هنا هالوجينا وفي هنا هالوجينا. تمام، هنا عندك بي ار، ايه بي ار؟ بي ار بي ار، يبقى الهالوجين دي عبارة عن بي ار. تمام، نعتبرها اكس، ودي نعتبرها اكس، ودي نعتبرها اكس، ودي نعتبرها اكس. اسمه ايه بقى؟ 2.2.3.3 شرطة تترا، تترا برومو مس اس برومو بيوت بيوتان. 2.2.3.3 شرطة تترا برومو بيوتان. طب ليه قلت لك تترا؟ فاكر في فيديو التسمية، الفيديو الاول برضو، الفيديو الاول كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك لو 2 يبقى داي، لو 3 تراي، لو 4 تترا، فدول 4 هالوجينات، فالاربعة عبارة عن ايه؟ عبارة عن تترا. تمام. بيقول لك بقى انت هنا في التترا حاجة بسيطة خالص، انت ما بتعملش الخطوات بتاعة المركب الفيسينال خالص. تمام، طب بتعمل ايه؟ بيقول لك انت بتحط زد ان يا عم، بيقول لك بتحط زد ان. تمام، الزد ان ده بيعمل ايه؟ الزد ان ما عليه الا انه بياخد البي ار 2. تمام، فيبقى زد ان بي ار 2، وهنا عندك طبعا 2 مول. تمام، فده الايه؟ ده الباي برودكت، ملكش دعوه بيه. بس كده يا سيدي، زي الفل زي الفل. خد ايه؟ مسح دي كده، ومسح دي، ومسح دي، ومسح دي. فبس كده هيكون لك ايه بقى؟ هيكون لك، ما كان مسح دي هيكون لك بقى الرابطتين. طب ليه هيكون لك رابطتين؟ ليه مش هيكون لك رابطه واحده؟ لانه لو كون لك رابطه واحده، فاكر لما قلت لك بدايه الفيديو قلت لك الاليمينيشن او النزع، انت شلت ذرتين، فلازم طالما شلت ذرتين فلازم يكون في رابطه باي، لان رابطه باي عباره عن زوج الكترونات، فانت شلت الكترون مع الكترون فتحط رابطه باي. طب هل انت شلت الكترونين بس؟ لا، انت شلت 4 الكترونات، فلازم تحط رابطتين باي. زي الفل زي الفل. هيبقى اسمه ايه بقى؟ هيبقى اسمه 2 بيوتاين، او بيوت شرطه 2 شرطه اين. زي الفل. دلوقتي بقى نيجي للجزء الثالث، هفهمك دلوقتي الميكانيزم ده ماشي ازاي. المعادله دي بقى محتاجه سبوره عشان نفهم مع بعضينا الدنيا فيها ماشيه ازاي. تمام، صلي على النبي تاني. بص بقى نبدا ازاي. بيقول لك اول حاجه في المركب ده، بيقول لك في حاجه اسمها ار. تمام، الار لازقه في سي. تمام، ار لازقه في سي اي، وفي عندك هنا تريبل بوند. تمام، سي مثلا هنا عندك ايه؟ هنا عندك نيجاتيف تشارج، وهنا عندك ايه؟ هنا عندك لون بير. تمام، ده اسمه ايه؟ اسمه اسيتلايد ايون. تمام، اسمه اسيتلايد ايه؟ ايون. زي الفل زي الفل. انت بتعمل له ايه؟ بتعمل له تفاعل اسمه تفاعل اضافه ار جروب. تفاعل اضافه ايه؟
ار جروب اللي هي الكايل جروب، تمام. فبالتالي انت بتحط هنا الكايل، تمام، بتحط هنا ايه، بتحط الكايل، فبالتالي انت بتزود عدد الذرات. بص في الكتاب بيقول لك ايه، بيقول لك التفاعل ده انت بتستخدمه في ايه، بيقول لك التفاعل ده انت بتستخدمه في حالة واحدة بس، بيقول لك يستخدم التفاعل في حالة الالكاين بيزيد عدد الذرات الكربون. يعني انت عايز تحضر الكاين زيادة عن عدد ذرات الكربون اللي قبله. فاكر في اول في الفيديو الثالث، تمام، بتاع تحضير الالكان وتك تفاعل فورتس، لما انت بتكون عايز تحضر الالكان وتضيف على ذرات الكربون، فاكر الحاجات دي؟ اتمنى تكون فاكرها. يعني بص بقى التفاعل ده بيقول لك ايه، بيقول لك انك عايز تحضر الكاين بيزيد عدد ذرات الكربون فيه عن الموجود في البداية، تمام. ده الايه، ده الشرط. فانت بتستخدم ايه زي ما قلت لك، تعالى السبورة بتاعتنا الحلوة، تمام، انت بتستخدم ايه؟ قلت لك انت بتستخدم حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها ايه، ايوه، اسمه اسيتلايد ايون، تمام. هنا في عندك ايه، في عندك هنا لون بير، وفي عندك هنا نيجاتيف تشارج، نيجاتيف ايه، تشارج، تمام. وين عندك ايه بقى، وين عندك الصوديوم، تمام، هنا عندك الايه، الصوديوم اهو، فيبقى اسمه صوديوم اسيتلايد، تمام. بتحط زائد ار، تمام، نعملها بقى ار داش عشان تختلف عن الار التانية، تمام، ار داش اكس، تمام، لازم تحط ار داش اكس. ده اسمه ايه، ده اسمه اي الكايل هالايد. بس شرط بقى، ايه هو الشرط؟ ان الهالايد او الهالوجينة تكون في الوضع البرايمري، تكون في الوضع البرايمري. يعني ايه وضع البرايمري؟ يعني تكون على الكربونة اللي على الطرف دي، تمام، او على الطرف دي الكربونه اللي ماشيه اللي شايله مثلا اتشايتين، تمام. وهنا عندك طبعا هنا في باقي المركب مثلا القين، يعني باقي السلسله، تمام. وهنا في ايه، وهنا في عندك مثلا برومو، دي اسمها ايه، دي اسمها ايه، اسمها البرايمر. فدي لازم تكون جايه على الجنب كده، لازم تكون ايه، برايمري، لازم تكون برايمري. الالكال الهالوجينه لازم تكون في الوضع البرايمري، لازم تكون في وضع الايه، في وضع البرايمري، تمام. ده كان ايه، ده كان الشرط بتاعنا، زي الفل زي الفل. ايه اللي هيحصل بقى، اللي هيحصل يا باشا، ان ال ان ايه دي دورها ايه بقى، ال ان ايه موجب دورها انها تاخد الايه، تاخد الهالوجينة. يبقى ان ايه اكس ده الباي برودكت، زي ما بقول لك مالكش دعوة بيه خالص، الباي برودكت مالكش دعوة بيه، تمام، زي الفل زي الفل. نبدأ بقى، عندك ايه هنا، عندك القايل، وهنا عندك ايه، وهنا عندك المركب دوت كده، تمام. فدوت الالكايل ديت هتلزق في دي، تمام، هتلزق في دي كده، فهيطلع لك ايه، هيطلع لك ايه، الار، تمام، السلسله هي سي، تمام. هنا عندك تريبل بوند، هنا عندك سي، تمام. هنا عندك بقى ايه، لزقت في الار، فايه، فكون لك مركب اكبر، كون لك مركب اكبر. هنا مثلا كنت محضر مثلا بروباين، كون لك مثلا يا عم هيكساين، كون لك يا عم هيبتاين، ايا كانت عدد ذرات الكربون اللي موجودة عندك هنا، تمام. فتعالى بقى، تعالى بينا ناخد مثال على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. ناخد مثال يا عم، المثال في الكتاب موجود واضح جدا. مثال يعني سهل جدا، احنا هناخد مثال هيقول لك ايه، مثلا هقول لك في الامتحان يا عم، حضر لي 3 هبتاين، تمام، او مثلا هقول لك 3 اكساين، 3 مثلا، نديك يا عم 3 هبتاين، تمام. بيقول لك حضر لي 3 هبتاين من ايه، من صوديوم بيوتانايد. يعني ايه صوديوم بيوتانايد، تمام، صوديوم بيوتانايد يعني ايه. اول حاجه قلت لك ايه، انت ترسم يا عم بيوت، قلت لك اول حاجه انت بتركز على البيرنت بارت، بتركز على عدد ذرات الكربون. مس اس بروب يعني ايه، مس اس بروب بيوت يعني ايه، يعني 4، تمام. رسمت له 4 ذرات، زي الفل زي الفل. قال لك ايه، قال لك اسمه ايه، صوديوم بيوتانايد. الصوديوم ايه يا عم، ان ايه، الصوديوم ايه، ان ايه، اهي موجب، زي ما خدناه ايه، زي ما خدناه في المركب اللي فات، تمام. والرابط ايه بتاعتك ايه، تمام، اللي هي ايه الرابط بتاعتك ايه، وانا عندك في H2، تمام، وانا عندك في ايه، في عندك هنا H3، تمام. وهنا في عندك لو فاكر، هنا كان في عندك نيجاتيف تشارج، وهنا كان في عندك ايه، لون بير، تمام، زي الفل زي الفل. قال لك ايه، قال لك حضر لي 3 هبتاين. يعني ايه هحضر لك 3 هبتاين؟ يعني انت عايز ايه، دول 4 ذرات كربون، هبتاين يعني 7 ذرات كربون، لو انت برضو مش حافظ الحاجات دي، تمام، اللي هي 7 و8 و9
والحاجات دي كلها برضو موجودة في ايه، في اول فيديو. هقدر اقولك موجودة موجودة في اول فيديو، ركز معايا. انت عايز ايه؟ عايز 7 عذرات كربون من 4 عذرات كربون. فكده التفاعل ايه؟ ده البريبريشن ايه، البريبريشنية الاخيرة، التحضيرة الاخيرة، تمام. عايز 7 عذرات كربون، هنا موجود 4، فبالتالي انت محتاج كام؟ محتاج 3، تمام. محتاج 3، وهل محتاج 3 مع بعض؟ 3 بس كده عذرات كربون؟ لا، قلت لك لازم يبقى اسمه ايه، لازم تحط ايه، لازم تحط هالوجينة، والهالوجينة دي لازم تكون في الوضع الايه، في الوضع البرايمري، تمام، عشان تتشال بسهولة مع ال ان ايه، تمام كده، زي الفل زي الفل. فانت هتحتاج ايه؟ هقول له زائد، تمام، ار اكس. لو فاكر الار اكس بقى، الار هنحط كام ذرة هنا؟ في 4، لازم لنا 3 عشان نحضر ال3 هيبطاين. فنحط هنا ذرة كربونة، تمام، مس اس، تمام، بروب، 3 ذرات ايه، كربون، تمام. والبي ار اي تحط فين؟ في الوضع البرايمري، سواء كانت الوضع من الناحية دي او من الناحية دي او من الناحية التانية، تمام كده، تمام. دي هتحتاج ايه؟ تحتاج ذرتين، ودي تحتاج رابطتين، ودي تحتاج 3 روابط، تمام كده، تمام زي الفل. قلت لك ايه؟ قلت لك في العملية دي انت ايه، بتطلع على طول الباي برودكت اللي ملكش دعوة بيه، يبقى ان ايه، بي ار، تمام. وبصمج يا عم، بصمج، لزق الباقي كله في بعضه، لزق ده في ده كده، تمام. هتقول لي ايه؟ هيقول لك عندك سي، هنا عندك سي، تمام، وهنا عندك سي تانية، طلع 3 روابط، ايوه، لزق زي ما بقول لك. هنا عندك سي، الالكايل دي لازقه، هنا عندك سي، هنا عندك ايه، هنا عندك ايه، تمام. وضح بقى اتشاتك بقى، كمل اتشاتك انت مع نفسك، مش هكملها عشان وقت الفيديو، تمام. هنا عندك ايه؟ طبعا بتبدأ ايه، 2 3 4، لا تبدأ من الجهة اللي بتديك اقل ارقام، 1 2 3، تمام. فيبقى هو زي الفل، يبقى اسمه ايه، اسمه 3 هيبتاين، علشان في ايه، 3 روابط، تمام كده. احنا بفضل الله خلصنا البريبريشن كله، تمام، بتاع الايه، بتاع الالكاين. بص كده بقى وركز معايا، تمام. شوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة انا عامل لك ريفيجن سريع على قواعد التسمية من خلال رسم مركب، تمام، ونشوف اسمه مع بعضينا. ده يبقى اول جزء من الفيديو، تمام. نرسم المركب دلوقتي ونشوف هنسميه ايه مع بعض. قلت لك انت اول حاجة، تمام، اول حاجة خالص بتحدد اطول سلسلة كربونية، تمام، البيرنت بارت، اعتبر ان دي اتشات، تمام، اعتبر ان الرابطة دي اتشات، تمام. اول حاجة انت بتحدد اطول سلسلة كربونية. طب لو السلسلة الكربونية اللي انت حددتها، لقيت سلسلة كربونية ولقيت سلسلة كربونية تانية نفس الطول، ساعتها بتختار اللي بتعطي اكتر تفرع. دي مقدمة كده عن ايه، عن اول حاجة، عن تحديد السلسلة. فاحنا نحدد السلسلة المستقيمة دي، تمام، زي الفل زي الفل. دي اطول سلسلة انا شايفها، يعني بتتكون من ايه. اول حاجة انا قلت لك القواعد بتاعت عد الارقام برضو، تمام، في اول فيديو. هنا مس اس بروب بيوت بنت هيكس هيبت اوكت نون، تمام. يبقى دي 9 ذرات كربون، والروابط كلها احادية سيجما بين ذرات الكربون، يبقى نونان، تمام. طب دي اسمها كده ايه، نونان، خليها على جنب، تمام، دي نونان، تمام. طب الفرع بقى احنا هنرقم من هنا، هنرقم من هنا كده ولا هنرقم من هنا كده، تمام. تيجي بقى لقاعدة التسمية، ايه قاعدة الترقيم بقى، احنا خدنا خلاص قاعدة التسمية، اول حاجة بنحدد اطول سلسلة. نيجي لقاعدة الترقيم. اول حاجة البريوريتي للفانكشن جروب اللي ليها اولوية، والفانكشن جروب هناخدها تاني، تمام. طب هنا عندك في فانكشن جروب، في عندك او اتش، في عندك سي او اتش، مفيش عندك اي فانكشن جروب عندنا في الحاجات دي. طب هنرقم في ايه، تمام. طب حسب الرابطة الغير مشبعة، في عندك روابط غير مشبعة، مفيش روابط غير مشبعة، دي كلها الكان، تمام. يبقى اول شرط فكسنا له، تاني شرط فكسنا له، تالت شرط حسب بقى الفرع. طب في هنا اقرب التفرع، هنا 1 2، طب ما في فرع، وهنا في 1 2، طب ما في فرع، طب الاقرب التفرع يتساوي، الشرط التالت فكسنا له. الشرط الرابع بقى، لو في حالة تساوي الافرع بتشوف حسب الزحمة، الفرع الزحمة بترقم عنده، تمام، او الفروع الزحمة، الكربون اللي عليها زحمة فروع. هنا في 1 2، الكربونة التالتة دي عليها زحمة ايه، عليها زحمة فروع، تمام. وهنا في 1 2 3، الكربونة التالتة دي عليها فرع واحد، فانت تختار ساعتها حسب الزحمة. فتبقى تختار هنا من 1 2 3، تمام، 4 5 6 7 8 9، انت كده رقمت زي الفل، تمام. نيجي بقى كده خلصنا قواعد ايه، قواعد الترقيم. نيجي بقى في التسمية نشوف هنسمي ازاي. بص بقى احنا هنسمي ازاي. قلت لك اول حاجة
دي كل الروابط ايه؟ كل الروابط احادية، تمام، وكلهم 9 ذرات كربون، يبقى ايه؟ يبقى نون. وعشان هو الكان فيبقى اسمه ايه؟ السافكس بتاع ايه؟ بتاع ان، يبقى نونان، تمام. يبقى عشان هو الكان يبقى ايه؟ يبقى ان، يبقى هو كده نونان. خلصت زي الفل، تمام. عندك هنا فرع اسمه فرع الايه؟ اسمه فرع الميثايل، تمام، اسمه فرع ميثايل. وعندك هنا فرع كمان اسمه فرع ميثايل. قلت لك لما بتلاقي 2 نفس الحاجة فبتقول داي، لو 3 نفس الحاجة فبتقول تراي، لو 4 نفس الحاجة فبتقول تترا، تمام. يا جماعة الحاجات اللي انا قلتها لك، تمام، زي الفل. طب دي ايه؟ دي C2H5. فاكر لما قلت لك الالكايل هو الكان منزوع منه ذرة هيدروجين، تمام، الالكايل هو الكان، تمام، منزوع منه ذرة هيدروجين ناقص اتش، تمام. يعني ايه؟ الالكان كان سي ان اتش تو ان زائد 2، تمام، والالكين كان سي ان اتش تو ان، الالكين كان سي ان اتش تو ان ماينس 2، تمام. قلت لك الحاجات دي يعني ايه؟ سي ان اتش تو ان زائد 2، يعني لو السي ب 2 تبقى الاتش 2 في 2 ب 4 و2 6، يبقى لو السي ب 2 يبقى الاتش بكام؟ يبقى الاتش ب 6. فده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه الايثان. يبقى اسمه الايه؟ يبقى اسمه الايثان. طب هنا سي 2 اتش 5 خدنا من الايثان، خدناه منه، نزعنا منه ذره هيدروجين، فيبقى ايه؟ فيبقى الكايل اسمه الايثايل. فيبقى الكايل اسمه الايه؟ الايثايل، تمام. طب دلوقتي بقى في التسميه، هنسمي الايثايل الاول ولا الميثايل الاول؟ يجي خطوه الترتيب الابجدي، تمام، يجي خطوه ايه؟ خطوه التسميه. احترام الابجدي واجب، احترام الابجدي واجب. طب الايه الاول قبل الام؟ ساعتها بقى انت لازم تحفظ، لازم تحفظ ايه؟ لازم تحفظ الحروف الانجليزي، تمام، ل A B C D E. فالاي بتيجي اول حاجه قبل الام، تمام، الاي بتيجي اول حاجه قبل الايه؟ قبل الام. طب الاي سايل بقى على الفرع رقم كام؟ 1 2 3، على الفرع الثالث، فيبقى 3، تمام. وقلت لك في التسميه في الارقام لازم التلاته لو جت في الاول تيجي بعدها شرطه بس. طب التلاته لو جت في النص تيجي قبلها شرطه وبعدها شرطه. نشوف دلوقتي، هتبقى 3 اي سايل، تمام، تمام، زي الفل. 3 اي سايل. عندك هنا ايه؟ الميثايل، الميثايل الفرع الوحيد بقى، فخلاص هنكتبه. طب هنكتبه ازاي بقى؟ يبقى نكتب شرطة علشان في ارقام، تمام. الرقم دي جاية على 3 ودي جاية على 7، يبقى 3، تمام، فاصلة 7، 3.7. عندك 2 قلت لك تبقى داي، يبقى 3.7 داي، تمام، مي سايل، يبقى 3.7 داي مي سايل، زي الفل. كده احنا رجعنا على قواعد التسمية. نيجي لأي مثال بعده مثلا، أو نيجي لفكرة تانية، تمام. الفكرة التانية ايه؟ الفكرة التانية انك ازاي تعرف الفرق بين اللي اخره اي دي اي ان اي وال زي مثلا الايسايلدين، ومثلا الايسايلين او البروبايلدين، البروبايلين، تمام. بص يا عم، في حاجة مثلا الالكان، بدل ما هو اسمه الكان انت بتستبدل السافكس بتاعته اللي هي اخر حاجة وبتحط كده اي دي اي ان اي، تمام، زي الفل. او ممكن تستبدل الالكان اللي هو اي ان اي، لما اخذ بقى على الخط علشان بكتب بالماوس وكده، تمام، فبتكتب بداله واي ال اي ان اي، تمام، تمام. تبقى في تكافؤان ناقصان على نفس الذرة. يعني ايه تكافؤان ناقصان على نفس الذرة؟ عندك السي دي واخدة فيها اتش اي طبعا، تمام، وهنا في مثلا سي، مثلا هنا في اتش 3، تمام. هنا المفروض كان يبقى في اتش اي وفي اتش اي علشان تكافؤ الكربونة باربعة، فيبقى اللي هي 4 روابط، تمام، تمام. هنا المفروض في اتش اي وفي اتش اي، تكافؤان، تمام، على ذرة الكربون. احنا استبدلنا التكافؤان دول وحطينا بدلهم اي حاجة، حطينا بدلهم يا عم سي ال، تمام، حطينا سي ال هنا وسي ال هنا، فيبقى ايه؟ فبقى كده حصل تكافؤان ناقصان، او استبدلنا تكافؤان على نفس ذرة الكربون. فبالتالي هنستبدل المقطع ان بالمقطع اي دي اي ان اي، فيبقى اسمه ايه؟ فيبقى اسمه اي سايلدين، مش سي اس طبعا، فبقى اسمه اي سايلدين. طب اي سايلدين ايه؟ عندك كلور، يبقى اي سايلدين كلورايد، دي تسمية الشقوق بتاعة المركب دوت، فبقى اسمه ايه؟ فبقى اسمه اي سايلدين كلورايد، نكتبه كده، او اسمه اي سايلدين كلورايد، تمام كده، تمام. طب ايه بقى الفرق بينه وبين الايسايلين؟ هقول لك ايه الفرق بينه وبين الايسايلين. عندك نفس السي بتاعتك، تمام، اتش 2، وعندك هنا رابطة زي الفل، زي الفل. وعندك هنا ايه؟ وعندك هنا سي، تمام، اتش، التكافؤان
ناقصان بس مش على نفس الذرة بقى، هنا التكافؤان ناقصان على ذرتين كربونتين متجاورين. يعني ايه؟ يعني هنا المفروض كان عندك ايه اتشاية، تمام، وهنا المفروض كان عندك ايه اتشاية، هنا شلناهم وحطينا بدلهم مثلا اي ذرتين، مثلا كلور، ولا يا عم النوع نخليها بروم، يا عم زهقت انت من الكلور، تمام نخليها بروم. يبقى هنا في عندك ايه، هنا في عندك بروم وهنا في عندك بروم، زي الفل زي الفل. هنا لو خلي بالك، هنا قلت لك التكافؤان ناقصان على نفس ذرة الكربون، فيبقى اسمه ايثايليدين او بروبايليدين حسب ذرة الكربون طبعا. هنا التكافؤان ناقصان على ذرتين كربون متجاورين، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايثايلين، تمام، ذرتين كربون فيبقى اسمه ايثايلين طبعا، وهنا في بروم بقى ايثايلين بروميد. يبقى كده هو اسمه ايه؟ يبقى كده هو اسمه ايثايلين بروميد. نيجي بقى للسؤال اللي جه في الامتحان، تمام، السؤال اللي جه في امتحان فاينل، مكتوب لك ايه؟ كان مديله كده كربونه، تمام، وحواليها كده سي اتش 3، تمام، وهنا في سي اتش 3، تمام زي الفل، وهنا في بي قرايه وفوق في بي قرايه، تمام كده تمام. قال له بقى ايه؟ قال له في الامتحان بقى الاسم، الاسم المركب ده كده، تمام. انت لو جيت تسمي المركب، تمام، هتقول لي ايه؟ هتقول لي ميث اس بروب، يبقى ايه؟ يبقى بروب وكل روابط احاديه، فهتقول لي ايه؟ هتقول لي بروبان، وهنا عندك اتنين كلور يبقى داي كلورو، هنا عند الكربونة التانية فيبقى اسمه ايه؟ فيبقى اسمه 2.2 شرطة داي برومو بروبان. في الاختيارات مش موجودة في الامتحان، بس موجود ايه؟ مكتوب في الامتحان كده، مكتوب انها اسمها ايزو بروبايليدين برومايد. عرفت بقى ان شرح التسمية دي مهمة ليه؟ ايزو بروبايليدين برومايد. طب ليه بقى ايزو بروبايليدين برومايد؟ تعالى كده بقى نفرق لك، نيجي للتفريق، التفريق بين الايزو والسيك والترت، بس بعد ما نشوف الايه، بعد ما نشوف المركب ده وازاي، ازاي ده ايزو بروبايلدين برومايد، تمام. قلت لك مجموعه الايزو، تمام، او شق الايزو بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن حاجه متساويه كده، سي خارج منها سي اتش 3 خارج منها سي اتش 3، تمام زي الفل زي الفل. دي مجموعه الايزو، تمام. بس هنا في ايه؟ في هنا حاجتين كده بروم، تمام، في بروم. فاكر لما قلت لك لو حصل تكافؤان ناقصان على نفس ذرة الكربون، بدل من الاتشات مثلا حطينا بي ار، يبقى في تكافؤان، استبدلنا تكافؤان على نفس ذرة الكربون، فيبقى اسمه ايه؟ فيبقى اسمه، يبقى الشق اسمه اخره في الاخر اي دي اي ان اي، فهو 3 ذرات كربون، يبقى اسمه بروبايليدين، تمام، بروبايليدين برومايد علشان في بروم. طب ليه جت الايزو؟ الايزو يا عم هي مجموعة الايزو بتاعتك اهي، تمام، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايزو بروبايليدين برومايد. قلت لك افرق لك كده بين الايزو وبين السيك وبين الترت وبين النيو، تمام. الايزو لما يكون في عندك، تمام، سي كده خارج منها فرعين كده، تمام، حرف واي متساوي او مثلث، قول اي حاجه يا عم، تمام، هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 زي الفل زي الفل. هنا طبعا مثلا من سلسله او اي حاجه، تمام، وهنا طبعا في سي اتش عشان نكمل باقي التكافؤ بتاع الكربونه، تمام. هنا دي كده حاجه اسمها الايزو، حاجه اسمها الايزو. طب السك يعني ايه؟ السك يا عم ايه؟ نعتبر ان دي مثلا سلسله خارج منها ايه؟ خارج منها سي وايه وسي اتش 3، تمام، وسي اتش 3. طب انت كده هتقول لي، هتقول لي دي ايزو، ايوه صح، دي فعلا ايزو، دي فعلا ايزو، تمام، هنا سي اتش 2، بس ايه هنا الدراع طول، طول شويه، فبقى اسمه ايه؟ فبقى اسمه سك، تمام، دي كده اسمها ايه؟ دي كده اسمها السك، تمام. فاكر الايزو؟ الايزو لو كانت سي اتش 3 سي اتش 3 بس كده، تمام، متساوي، كانت هتبقى ايزو، لكن هنا في دراع طول عن دراع فيبقى اسمه سك، تمام. طب الترت يعني ايه؟ الترت يعني الفرع دوت مثلا طالع منها ايه؟ سي، وهنا طالع منها 3 كده، تمام، ترت، هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3، تمام، ده ايه؟ ده الترت، تمام. طب النيو بقى، النيو بقى قلت لك، فاكر قلت لك النيو دي المين كربون الاولى، تمام، المين كربون الاولى طالع منها 3 فيبقى اسمه ترت. طب النيو بقى الفرق بين ايه؟ النيو المين كربون التانية، تمام، المين كربون التانية مثلا دي اي فرع مثلا، دي كربونة الاولى ودي الكربونة التانية، الكربونة التانية طالع منها 3 كربون كده، فيبقى اسمها ايه؟ فيبقى اسمها نيو. كمل بقى انت الاتشات مع نفسك، تمام. يبقى الفرق بين النيو والترت، الترت المين كربون الاولى طالع منها 3، النيو المين كربون التانية طالع منها 3، الحاجات دي مهمة جدا، تمام تمام كده احنا عملنا ريفيجن سريعة على حاجات مهمة جدا، تمام، في التسمية والحاجات دي. نخش على الفانكشن جروب بتاعتنا، تمام. قلت لك الاو اتش، الايه الاو اتش؟ الاو اتش ديت ممكن تبقى لازقة في 3 حاجات، ممكن تبقى لازقة في سي او، تمام،
فساعتها تبقى سي او، وهنا في او اتش، فيبقى ايه؟ فيبقى ده الاسيد، تمام. فيبقى دي الاسيد اللي هو الحمض، او ممكن تبقى لازقه في اي سلسله كربونيه ار، يبقى ار او اتش، فيبقى اسمها ايه؟ فيبقى اسمها الكحول، تمام. او ممكن تبقى ايه؟ او ممكن تبقى خارجه في حلقه بنزين كده، تمام. ممكن تبقى خارجه في حلقه بنزين كده، فساعتها تبقى اسمها ايه؟ فساعتها تبقى اسمها الفينول، فساعتها تبقى اسمها فينول، تمام. دي الايه؟ دي الاو اتش بتاعتنا، زي الفل زي الفل. فاكر لما قلت لك بقى الفرق بين الالدهيد والاسيد، تمام، والفرق بين الكيتون والاستر؟ تعال ناخد اول حاجه الفرق بين الكيتون، تمام، والاستر مع بعضينه، زي الفل زي الفل. الكيتون زي ما قلت لك، الكيتون حاجه كده كيوت، فتبقى سي او ار بس، تمام، الكيتون سي او ار بس. طب الاستر؟ الاستر حاجه قلت لك حاجه كده يا ستار منها، تمام، تبقى سي او او ار، تمام، حاجه كبيره كده. الاستر سي او او ار، الكيتون كيوت سي او ار، تمام، الكيتون سي او ار. لو لقيت سي كده، تمام، وهنا او، تمام، وهنا مثلا ار السلسله، وهنا باقي السلسله، تمام. ليه قلت لك هنا باقي السلسله؟ لانك لو هنا في اتشايه، تمام، لو هنا في اتشايه، فهيتحول من كيتون لالديهيد، تمام، هيتحول من كيتون لالديهيد، ودي هناخدها مع بعضينا. سي او اتش كده طرفيه، تمام، او سي اتش او طرفيه، فيبقى اسمها ايه؟ اسمها الديهيد. لكن هنا سي او ار، تمام، هنا في اي مثلا ار، وهنا في اي ار، مثلا هنا في سي اتش 3 يعني، وهنا في سلسله عادي سي اتش 3 مثلا، تمام. فبقى اسمه ايه؟ لو في هنا في سي اتش 3 وهنا في سي اتش 3 وهنا سي او، تبقى اسمه الاسيتون لو فاكر، تمام. يبقى ده ايه؟ يبقى ده كيتون، تمام. يبقى ده ايه؟ يبقى ده كيتون. يبقى الكيتون سي او ار بس، الاستر سي او او ار، زي الفل زي الفل. ده الفرق بين الكيتون والاستر. طب الفرق بقى بين الالديهيد، انا معلمها لك كده، تمام، الالديهيد والحمض، الالديهيد ومعلمها لك كده الايه؟ الاسيد، ومطول لك كده في اليه يه يه. اسيد، تمام، والديهيد، تمام. الالديهيد حاجه بسيطه خالص، تمام، الالديهيد حاجه بسيطه خالص، تبقى ايه؟ تبقى سي اتش او، تمام، ده الالديهيد. طب الاسيد بقى، الحمض، الاسيد يبقى سي، طول برضو، تبقى سي او او اتش، تمام. يبقى الكيتون حاجه كيوت سي او ار، الاستر سي او او ار، الالديهيد سي اتش او، الاسيد سي او او اتش، تمام، زي الفل كده زي الفل. يبقى للاميد والامين، الفرق بين الاميد او الاميد، تمام، امين، تمام. الفرق بين الاميد والامين ان الاميد عندك هنا الكربونه، تمام، طالع منها اوها، تمام، وهنا في باقي السلسله اللي هي ار، تمام، الكايل، وهنا في ايه؟ وهنا في ان اتش 2، هنا في ايه؟ ان اتش 2، ده يبقى اسمه كده الاميد. دي تبقى اسمها كده الايه؟ دي تبقى اسمها كده ايه؟ الاميد. طب الامين بقى ايه؟ الامين بقى حاجه بسيطه خالص، او الامين حاجه بسيطه خالص، الار لازقه فيها ان اتش 2، تمام، اي سلسله كربونه طالع منها ان اتش، الايثر، الايثر ايه؟ اللي هو او، تمام، طالع منها هنا كده وطالع منها هنا، ار ار، تمام، ده اسمه ايه؟ ده اسمه الايثر، وهناخد تسميه الايثر مع بعضينا، تمام، زي الفل كده زي الفل. تعالى بقى ناخد تسميه الايثر والاستر. بس قبل ما ناخد تسميه الايثر والاستر، هرسم لك مركب وتطلع لي في تقول لي ده بقى اي مجموعه وظيفيه، عشان ممكن تيجي في الامتحان، تمام. عندك سي او مثلا، هنا في اتش، هنا مثلا في سي اتش 2، تمام، هنا مثلا في سي اتش 3. جاي لك المركب ده في الامتحان ويقول لك المركب ده بيتبع قسم ايه، تمام، وفي الاختيارات مديك كيتون، مديك الديهيد، مديك استر، مديك حمض، مديك اي حاجه. انت هتقول لي ايه؟ هتقول لي انا لقيت سي او ار، فتبقى ايه؟ فتبقى كيتون. اقول لك غلط. فاكر لما قلت لك ايه؟ قلت لك ركز، لو لقيت سي او اتش طرفيه، سي اتش او، فيبقى ايه؟ خلاص، فيبقى الديهيد، تمام، يبقى ده الديهيد، يبقى بيتبع الايه؟ يتبع الالدهيد او الالديهيدات، زي الفل زي الفل. تمام. مثلا لقيت ايه؟ لقيت حاجه تانية، مثلا لقيت حاجه زي كده مثلا، تمام، طالع منها مثلا هنا اوها، تمام، ودي طالع من هنا مثلا، دي كربونه، تمام، طالع منها مثلا ان اتش 2، تمام. هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا عم ان اتش 2 يبقى امين على طول؟ لا، دي طبعا ايه؟ سي او اي، وهنا في ان اتش 2، فيبقى ده يتبع الايه؟ الامايد مش الامين، تمام، زي الفل.
كده كده احنا ايه كده احنا عرفنا نفرق بين الايه بين الفانكشن جروبس بتاعتنا. تمام. طب عايزين بقى قبل ما ناخد تسمية الايثر ناخد الفرق بين السافكس ايه والسافكس بي، علشان دي مهمة جدا وناس كتير عايزة تعرفها، الفرق بين السافكس ايه والسافكس بي. تمام. في التسمية اول حاجة انا قلت لك لما انت بتسمي بتاخد البريوريتي الاولوية حسب السافكس. يعني ايه؟ يعني لو انت طبعا مش عارف الحاجات دي شوف اول فيديو. تمام. شوف اول فيديو خالص لو انت مش عارف الحاجات دي، شرحنا الجدول بالتفصيل، بس هنراجع على الحاجات المتقدمة في الجدول بقى اللي هو الفرق بين السافكس ايه والفرق بين السافكس بي. تمام زي الفل. اول حاجة يا عم انت ما تعرفش اصلا يعني ايه سافكس. سافكس دي اللي هي اخر الكلمة، وقلت لك الاولوية حسب اخر الكلمة. يعني ايه؟ لقيت يا عم اي سلسلة، تمام، وانا في سي طبعا، وانا في مثلا او، تمام، وانا في او، وانا في ايه، وانا في اتش، تمام، ولقيت هنا ايه، ولقيت مثلا هنا السي طالع منها ايه، طالع منها او مثلا. تمام. لقيت مجموعتين وظيفيتين. تمام. ده الفرق اول حاجة بين ازاي اصلا تعرف السافكس. تمام. قلت لك دي ايه، دي سي او او اتش ودي سي او. تمام. سيبك دي ممكن تكون، دي ممكن نخليها اور. تمام. فدي تبقى اسمها ايه، فدي تبقى اسمها كيتون، ودي تبقى اسمها ايه، ودي تبقى اسمها حمض. تمام. يبقى ده حمض وده كيتون. بتاخد بقى حسب الجدول، الحمض كان فوق والكيتون كان تحت. تمام. يبقى الحمض كان فوق، يبقى البريوريتي حسب ايه، بترقم حسب ايه، حسب الحمض. وبتكتب في الاخر، تكتب في الاخر ايه، ايويك اسيد. تمام. بتكتب ايويك اسيد، يعني لو دي سلسله كربونيه مثلا عباره عن مثلا 5 ذرات كربون. تمام. فتبقى ايه، فتبقى بنتانويك اسيد. بنتانويك اسيد. تمام. تبقى بنتانويك اسيد، وكل رابط طبعا لو احاديه يعني. تمام. تبقى بنتانويك اسيد. ليه قلنا ايويك اسيد؟ ليه ما قلناش مثلا حسب الكيتون؟ ليه ما قلناش بنتانون؟ ليه؟ لان طبعا السافكس الاولويه حسب ايه، حسب المجموعه الوظيفيه اللي هي اولويه، اللي هي السي او اتش. تمام. سي او او اتش. ساعتها بقى الكيتون ده هياخد، هيعمل كبريفكس. فمثلا لو دي ذرة الكربون مثلا رقم 3، تمام، فيبقى ايه، فيبقى 3 اوكسو، 3 اوكسو. تمام. هيبقى 3 اوكسو زي الفل زي الفل. مثلا 3 اوكسو يبقى بنتانويك اسيد. تمام كده. تمام. نيجي بقى للفرق بين السافكس ايه والسافكس بي، لانها مهمة جدا، الفرق بين السافكس ايه والسافكس بي. بص بقى دلوقتي هنشوف الفرق بين السافكس ايه والسافكس بي. تمام. نشوف الاول في الكتاب عندنا، الكتاب عندنا مديك ايه، نيجي مثلا للايه، للسي اتش او، للايه، للايثانال. تمام. او الميثانال، اي الديد عامه. تمام. بيقول لك في سافكس ايه وسافكس بي، امتى بقى يجي سافكس ايه وامتى يجي سافكس بي. تمام. قال لك السافكس ايه يبقى اخره ال، تمام، بروبانال كده. قال لك السافكس بي بقى تبقى اسمها، تبقى اسمها كربالدهيد، تبقى اسمها كربالدهيد. طب امتى اختارها كربالدهيد وامتى اختارها ال؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي مع بعضينا. تمام. بيقول لك ايه، بيقول لك انا هختارها ال، تمام، يبقى اخره ال. تمام. ده حسب طبعا السي اتش او اول حاجه. تمام. اختارها ال لو كانت ذرة الكربونة بتاعة المجموعة الوظيفية عدتها أو خدتها معايا في السلسلة. تمام. طب امتى اختارها كربالدهايد؟ اختارها كربالدهايد لو كانت ال سي اتش او طالعة من السلسلة. تمام. ما خدتهاش معايا في الترقيم، لو كانت ال سي اتش او ما خدتهاش معايا في الترقيم. طب هات يا عم اكزامبل عليها. تمام. هات ايه، هات مثال عليها، وقلت لك انت بتحب الامثله طبعا عشان تفهم اكتر. تمام. نديك اي مثلا مثال، عندك مثلا سي، مثلا سي، مثلا سي. تمام. وانا طالع منها مثلا ايه، طالع منها، لا خلينا طالع منها او، ماشي. تمام. وطالع من دي الناحيه التانية كده ايه، اتش. كمل انت بقى اتشاتك. تمام. كمل ايه، كمل اتشاتك زي الفل زي الفل. هنا اول حاجه المجموعه الوظيفيه سي اتش او، فدي تبقى ايه، فدي تبقى الايه، الالديهيد. تمام. انت في التركيب خدت اطول سلسله، هترقم حسب المجموعه الوظيفيه طبعا، 1 2 3. رقمت ايه، 1 2 3، وخدت الكربونه بتاعه المجموعه الوظيفيه، فيبقى ايه، فيبقى ده اسمه سافكس ايه. يبقى دي طبعا لو جت البريوريتي، فدي تبقى ايه، فدي تبقى سافكس ايه، فدي تبقى اسمها ايه، ميث اس بروب، تبقى بروبانال. تمام. تبقى بروبانال زي الفل زي الفل. طب خلينا بقى ناخد مثلا ايه، ناخد مثلا هنا او، تمام، هنا طالع منها اتش زي الفل، عشان ناخد مركب زيه. تمام. هنا خلي بالك بقى، الالديد بيسبق ولا الكحول؟ الالديد ليه بريوريتي، يبقى عامل حسب السافكس بتاعه. السافكس بتاع الالديد
اخره ال suffix ايه، تمام، عشان احنا عندنا ذره الكربون. طب الباء بقى قلت لك بترمي في البريفكس. الكحول لو كان جاي، كان لو كان ليه بريوريتي كان بقى اسمه اول في الاخر، لكن ده جاي كسافك كبريفكس قصدي، فيبقى اسمه ايه؟ فيبقى اسمه هيدروكسي. يبقى 2 هيدروكسي بروبانال، 2 شرط هيدروكسي بروبانال، تمام كده؟ تمام. طب لو كانت بقى السي اتش او بقى جاية ايه؟ جاية خارجة، مش متعدية بقى في السلسلة. مثلا نرسم كده ايه، نرسم سلسلة مثلا عبارة عن ايه، 1 2 3، 1 2 3 4 5، تمام، عبارة عن 5 ذرات كربون، تمام. طالع منها هنا سي اتش او، تمام، وطالع منها هنا ايه، وطالع منها هنا او اتش، تمام. ساعتها بقى تقول لي، هتقول لي رقم ازاي؟ قلت لك بترقم حسب البريوريتي. البريوريتي هنا للايه؟ البريوريتي هنا للسي اتش او، فتبقى ايه؟ بتبقى 1 2، تمام، 1 2 عندك هنا، 3 4 5، هما 5 ذرات ايه؟ 5 ذرات كربون. فتاخد ايه الاولويه للايه؟ لديت كده. هو المركب اصلا البيرنت بتاعه اسمه ايه؟ هنا عندك كربونه 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 كربونه، يبقى 5 ذرات كربون، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه سايكلو، تمام، سايكلو ايه؟ بنتان، سايكلو بنتان عشان كل روابط احاديه. طب سايكلو بنتان زي الفل زي الفل. السي اتش واحد احنا عديناه في التركيب، ما عديناش في التركيب، فبقى اسمه سايكلو بنتان كاربال دايد، تمام، في الاخر كده سايكلو بنتان كاربال دايد. طب في البريفكس البدايه هتحط ايه؟ 2 شرطة هيدروكسي، يبقى المركب اسمه 2 شرطة هيدروكسي، تمام، سايكلو بنتان كاربال دايد، 2 شرطة هيدروكسي سايكلو بنتان كاربال دايد، وهكذا بقى في الايه، في المجموعه، في المجاميع التانية السافكس ايه والسافكس بي بتاعتها. احنا ادينا لك مثال فهمك المفروض كل حاجه، تمام. عندك مثلا الحاجه التانية اللي هي مثلا ايه، الكربوكسيليك مثلا، لو كان سافكس ايه، لو كان عديناها في التركيب معانا تبقى اويك اسيد. طب لو ما عديناهاش في التركيب، لو ما عدناش في التركيب تبقى كربوكسيليك اسيد، لو ما خدناش معانا في التركيب تبقى كربوكسيليك اسيد. كده احنا خلصنا ايه؟ كده احنا خلصنا الفانكشن جروبس بتاعتنا. بعد ما خلصنا بقى الفانكشن جروبس بتاعتنا، تعال ناخد بقى ايه، تعال ناخد تسمية الاستر. بعد ما خلصنا بقى الحاجات المهمة اللي احنا قلناها دي كلها، نيجي بقى لتسمية الايثر. الايثر عندك ار، تمام، او، تمام، ار، ار او ار، ده ايه؟ ده الايثر، ار او ار، زي الفل زي الفل. الايثر ليه حاجتين، تمام، ليه ايه؟ ليه حاجتين. اول حاجة ليه تسمية بالايوباك، تمام، ايوباك سيستم، وليه تسمية بالكومن نيم. الكومن نيم يعني الاسم الشائع. اول حاجة ايه هو الايوباك سيستم؟ الايوباك سيستم، خد معايا القاعدة دي، خد معايا القاعدة دي. لو لقيت هنا في مثلا او، طبعا طبعا، وهنا في ايه، طبعا، مثلا هنا اي بقى الكايل، تمام، سي اتش 2 مثلا، سي اتش 3، وانا لقيت سي اتش 3 بس، تمام. بيقول لك ايه في قاعدة التسمية بالايوباك؟ بيقول لك الجزء الاكبر، يعني طبعا اوها بتفصل المركب لحاجتين، الجزء الاكبر بتسميه ايه؟ بتسميه الكان، تمام، الجزء الاكبر بتسميه الكان، زي الفل زي الفل. وبيجي في الاخر الجزء الاصغر بتسميه ايه؟ الجزء الاصغر هو دوت كده، بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه الكوكسي، بيبقى اسمه الكوكسي. يعني ايه؟ يعني دوت ذرة كربون واحد تبقى ايه؟ تبقى ميثوكسي، تبقى ميثوكسي، تمام. طب الجزء الاكبر الكان دوت اسمه ايه؟ مس اس ايثان، يبقى اسمه ميثوكسي ايثان. طب دي التسمية ايه؟ دي التسمية بالايوباك. طب التسمية الشائعة بقى او الكومن نيم، بتشوف دي شق بتسميها كشكوك، تمام، ده شق الكايل، تمام، وده شق الكايل، ده اسمه ميثايل، وده اس دي ودي اسمها ايثايل. طب الميثايل الاول ولا الايثايل؟ طبعا الايثايل حسب الابجدي بقى، الايثايل الاول، تبقى اسمه ايثايل ميثايل ايثر، تمام، يبقى اسمه ايثايل ميثايل ايثر. دي التسميه عامه بالايوباك، تمام، وبالايه، وبالكومن نيم، زي الفل زي الفل. ناخد اكزامبل عليها، ناخد مثال كده، ناخد مثال مثلا مهم، نرسم مركب مع بعضينه. بص بقى، انت اول حاجة هنا بتختار ايه؟ بتختار اطول سلسلة كربونية، تمام، عندك هنا دي تختار اطول سلسلة، بتاخد السلسلة دي. طبعا قلت لك الاو في النص تبقى ايه؟ يبقى ده ايثر، تمام، هترقم منها 1 2 3، زي الفل زي الفل. تسمية ايوباك الاول طبعا، ده فرع ايه؟ ده فرع ميثايل، تمام، يبقى الميثايل عند رقم كام؟ عند رقم 2، تمام، زي الفل زي الفل.
تمام. وهنا في فرع ايه، وهنا في بقى الجزء الاصغر، فاكر لما قلت لك الجزء الاكبر الكان، فبقى دي اسمها ميثوكسي. طب الميثوكسي عن ذره الكربون رقم كام؟ رقم 2، فيبقى 2 شرطه ميثوكسي، تمام، شرطه 2 شرطه ميثايل. وبعد كده بتسمي الجزء الاكبر الكان، يبقى هو 3 ذرات كربون يبقى بروبان، تمام. ده كان الايوباك. طب نيجي بقى للايه، للكومن نيم او التسميه الشائعه بتاعته، تمام. التسميه الشائعه انا شرحت لك في الاول الفرق بين الايزو والسيك والترت والنيو، تمام. طب دي ايه بقى؟ السي المين كربون الاولى طالع منها 3، تمام، فبقى اسمها ايه؟ فبقى اسمها ترت، تمام. فبقى اسمه ترت. ونظرة الكربونيه مثل اس بروب بيوت، يبقى بيوت، يبقى بيوتايل، يبقى اسمه ترت بيوتايل، تمام، ترت بيوتايل. ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها ميثايل بقى، عشان هنسميها كتسمية شكوك، يبقى ترت بيوتايل ميثايل ايثر. يبقى التسمية للكومن نيم يبقى ترت بيوتايل ميثايل ايثر. زي الفل، زي الفل كده. احنا خلصنا تسمية الايثر بسهولة جدا. في بقى نفرق لك الفرق بين تسمية بقى الاستر وتسمية الاميدات، وكده نكون خلصنا تسمية الايثر والاستر والاميد، تمام. عندك الاستر بقى اللي هو سي او او، تمام. هنا في عندك الكايل، اي الكايل مثلا سي 2 اتش 5، تمام. هنا في عندك الكايل مثلا، ناخد ايه، ناخد مثلا هنا اتش يعني، تمام، زي الفل زي الفل. بص بقى بيقول لك ايه، بيقول لك الجزء ده كده بيتكتب في الاول، تمام، والجزء اللي جاي من الحمض اللي هو سي او او، تمام، ده بيبقى ايه، ده بيجي كده ايه، بيجي في الاخر كده، تمام. بيبقى اسمه ايه الجزء اللي جاي دوت من السي او او دوت، الجزء اللي على الشمال دوت كده، ده بيبقى اسمه ايه؟ ده بيبقى اسمه الكان زائد في الاخر اوات، تمام. طب الجزء ده بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه الكايل عادي، تمام، اخره ال واي عادي، تمام. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايثايل، يبقى دي اسمه ايثايل، تمام، ايثايل. ودي اسمها ايه؟ ميثانوات، يبقى ايثايل ميثان، تمام. قلت لك الكان اخره ايه؟ اخره او ايه، اي تي اي، تمام، يبقى اسمه اي سايل ميثانوات. خلاص انت تسميت الاستر بسهوله. طب ايه تسميت بقى الاميد؟ الاميد زي ما قلت لك، او الاميد سي او، تمام، وهنا في ان اتش 2، وهنا في اي الكايل، تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت بتسمي الجزء ده كده بالالكان، تمام، الكان زائد في الاخر بتحط اميد او اميد، تمام، الكان زائد في الاخر بتحط اميد، تمام. ناخد مثلا عليها مثال كده، نرسم مثلا ايه، نرسم مثلا مركب سي مثلا دبل بوند او مثلا، هنا ان اتش 2، تمام، وفي هنا عندك ايه، وفي هنا عندك مثلا سي اتش 3، تمام. بتقعد طبعا وتاك بتسميه الكان زائد اميد، يبقى اسمه اي سان اميد، اي سان اميد، سهلة خالص اهو، تمام. كده خلصنا الحاجات اللي طلبت مني، اللي هي الفرق بين بقى الإستر والإيثر والأمايد. تسمية سهلة جدا وبسيطة، اتضرب عليها كتير وهتبقى الموضوع هيبقى بالنسبة لك سهل جدا إن شاء الله. كده احنا خلصنا معظم الحاجات اللي لمينا بيها، حاجات إن شاء الله نكون لميناها كلها في وقت قليل، تمام. ناخد بقى جزء دلوقتي اسمه جزء ايه، التعجين او جزء الهايبردايزيشن. ناخد جزء التعجين او جزء الهايبردايزيشن، هناخده دلوقتي بسهوله خالص، تمام. قلت لك التعجين عندك 3 انواع من التعجين، ما لهمش رابع في تعجين ذرات الكربون. الدكتور قال بيس على تعجين ذرات الكربون بس، تمام. فيبقى اس بي، وهنا عندك اس بي 2، وهنا عندك اس بي 3، زي الفل زي الفل. تعجين ذرات الكربون قلت لك يعني ايه اصلا اس بي؟ قلت لك التعجين او عمليه الميكسنج عامه او عمليه الخلط بتتبع عمليتين. اول حاجه بنعمل عمليه البروموشن او الترقيه، ودي بتتم على غلاف التكافؤ الخارجي او البالانس شيل، تمام. الشرح ده مش هقوله لك تاني كله طبعا، هعمل لك بس ريفيجن سريع، لكن الشرح كله موجود في جزء التعجين في اول فيديو، تمام.
بعد ما تعمل عملية البروموشن بقى بتعمل عملية الخلط او الميكسنج. يعني ايه عملية الخلط؟ برضو بتشتغل على غلاف التكافؤ الخارجي. يعني ايه اس بي؟ يعني الكترون من الاس خلطناه مع الكترون من البي. تمام. يعني ايه اس بي 2؟ يعني الكترون من الاس خلطناه مع 2 من البي. يعني اس بي 3؟ يعني الكترون من الاس خلطناه مع 3 من البي. تمام. دلوقتي اقول لك بس الزيتونة بتاعة التهجين. تمام. لو انت عايز شرح بالتفصيل بقى تشوف اول فيديو. نيجي لاول حاجه للاس بي 3. يعني اس بي 3؟ اس بي 3 لو لقيت ذره الكربونه طالع منها الروابط كلها بتاعتها احاديه، تمام، يبقى هتقول له التهجين من نوع اس بي 3. طب زاويه التهجين؟ زاويه التهجين بتبقى تقريبا 109.5، 109.5 درجه. تمام. طب الاس بي 2؟ الاس بي 2 لو لقيت رابطه باي واحده، تمام، وكل الروابط التانية احاديه. تمام. لو لقيت رابطه باي واحده، لو لقيت رابطة باي واحدة خلي بالك يبقى التهجين من نوع اس بي 2. والزاوية بتبقى بكام؟ الزاوية بتبقى 120 درجة. تمام. طب التهجين بقى من نوع اس بي؟ التهجين من نوع اس بي لو لقيت رابطتين باي، سواء كانت بقى رابطتين باي كده الكين، او سواء كان رابطتين باي الكاين، تلات روابط، في رابطة سيجما ورابطتين باي. تمام. زاوية التهجين بتبقى مستقيمة، بتبقى زاوية التهجين 180 درجة. تمام. دي كل زيتونة التهجين اللي هتقابلك في الامتحان. لو لقيت ذرات الكربون عليها روابط أحادية فتبقى من نوع اس بي 3. لو لقيت ذرات الكربون عليها رابطة واحدة باي تبقى من نوع اس بي 2. لو لقيت زاوية التاج أو ذرة الكربون عليها رابطتين باي سواء كانت بقى الكين أو الكاين يبقى من النوع اس بي. ناخد مثال عليها علشان نوضح بس الفكرة بتاعة التهجين. تمام. قالك تهجين ذرات الكربون في المركب ده من النوع ايه؟ تمام. قالك تهجين ذرات الكربون في المركب من النوع ايه؟ قال لك في الاختيارات اس بي 3 فقط، ولا اس بي 2 فقط، ولا اس بي فقط، ولا اس بي 2 اس بي 3. هنشوف اول حاجه ذرات الكربون. نمسك من ذرات الكربون دي، قلت لك ذرات الكربون الروابط كلها احاديه فتبقى اس بي 3. تمام. ذرات الكربونه دي الروابط كلها احاديه يبقى اس بي 3. تمام. ذرات الكربونه دي هتقول الروابط كلها احاديه، هقول لك لا بص يمين اهي، بص في رابطه باي، يبقى ايه؟ يبقى اس بي 2. تمام. طب ذرة الكربون دي الروابط كلها احاديه، لا في رابطه باي، يبقى اس بي تبقى اس بي ايه 2. تمام. يبقى تهجين ذرة الكربون هنا من نوع اس بي 2 واس بي 3. نيجي للمركب اللي بعده، قال لك تهجين ذرة الكربون هنا من نوع ايه؟ اس بي واس بي 2، ولا اس بي 2 اس بي 3، ولا اس بي فقط، ولا اس بي 2 فقط. تمام. في الاختيارات مثلا هتقول له، هتقول تهجين ذرة الكربون دي من نوع ايه؟ في رابطه باي واحده، يبقى اذا اس بي 2. تمام. ركز معايا بقى، هتقول ذرة الكربون دي قولها لوحدك بقى، قولها لوحدك قبل ما تسمعني، دي تهجينها من نوع ايه؟ يلا قلتها، في رابطتين باي، يبقى تهجينها من نوع ايه؟ قولا واحدا اس بي. طب دي كربونه بتهجينها من نوع ايه؟ في رابطه باي واحده، يبقى اس بي 2. اس بي ايه؟ اس بي 2 زي الفل. يبقى تهجينها من نوع ايه؟ من نوع اس بي واس بي 2. كده احنا يعتبر خلصنا التهجين، والحاجات دي كلها هنحل عليها في التيست اللي احنا هنحله في الاخر يعني ان شاء الله. تمام. تمام كده احنا خلصنا التسميه، وخلصنا جزء التهجين. تمام. وخلصنا الفانكشن جروب. نيجي بقى لايه؟ نيجي بقى لاخر حاجه بقى، جزء العملي. تمام. نيجي لاخر حاجه جزء العملي. بص بقى وركز معايا في الجزء العملي عشان اشرح لك الخمس او الست سكاشن كلهم بتوع الميد تيرم، هشرحهم لك كلهم في بسهوله خالص وببساطه خالص. تمام. اول سكشن احنا خدنا ايه؟ الحاجات اللي بتدوب في الميه وبتدوب في الايثر. تمام. الحاجات دي كلها اللي هو طبعا القطبي بقى والغير قطبي والمتزن القطبي. بص اول حاجه انا هقسمها لك على ثلاثة. تمام. لو لقيت مجموعه داله واحده، ولو لقيت مجموعه داله واحده، او لو لقيت اكثر من مجموعه داله. تمام. طب هتقول لي ايه؟ هتقول لي في مجموعه داله واحده وفي مجموعه داله واحده. طب ايه الفرق؟ هقول لك بقى الفرق هنا. الفرق لو ذرات الكربون من 1 لـ 5. تمام. هنا ذرات الكربون لو اكبر من 5، هنا اي عدد ذرات كربون بقى مش هتفرق، ان كده كده اكتر من مجموعه داله واحده، اكتر من مجموعه داله. تمام. يبقى اي عدد ذرات كربون كده كده مش يعني مش مشكلتنا. احنا مشكلتنا في ايه؟ في مجموعه داله واحده ومجموعه داله واحده. لو لقيت مجموعه داله واحده وذرات الكربون من 1 لـ 5، ده يبقى المركب متزن القطبيه او متعادل. يبقى اسمه المركب هنا متزن القطبيه او متعادل. يعني متزن القطبيه او متعادل من وجهه نظرك متعادل، يعني هيدوب في الميه. تمام.
وياخد نتيجة موجبة برضو في الإيثر. تمام. طب لو مجموعة دالة واحدة والكربونة أكتر من خمسة، لو عندك 6 ذرات كربون وفي مجموعة دالة واحدة، طب يعني ايه مجموعة دالة؟ قلتلك المجموعة دالة فانكشن جروب اللي هو او اتش بقى، سي او او اتش، الحاجات دي كلها. تمام. طب لو السي اكبر من خمسة، اكبر من 5 ذرات كربون، يبقى ايه؟ يبقى غير قطبي. تمام، غير قطبي. وغير قطبي طبعا يبقى ايه؟ يبقى مش هيدوب في المية، تمام، اللي هي الووتر، وهيدوب في الايثر. تمام، مش هيدوب في المية وهيدوب في الايه؟ وهيدوب في الايثر، ده غير قطبي. طب لو كان اكثر من مجموعة دالة يبقى قطبي. تمام، وقلنا القطب ايه؟ طبعا القطب بيدوب في المية، وطبعا مش هيدوب في الايثر، مش هيدوب في الايه؟ في الايثر. تمام، ناخد امثلة. ده كده اول سيكشن خلصنا. ناخد امثلة، نيجي الحمض الايه؟ حمض الاوكزاليك. تمام، سي او او اتش. الحمض ده يعني هناخده كتير في السكشن الجاي واللي بعده تقريبا. تمام، المهم يعني حمض الاوكزاليك. حمض الاوكزاليك ده ايه؟ هتقول لي في مجموعتين، في مجموعتين دالة، يعني اكثر من مجموعة دالة. فطالما اكثر من مجموعة دالة يبقى ايه؟ يبقى قطبي. فقولا واحدا هيدوب في المية ومش هيدوب في الايثر. زي الفل، زي الفل. المركب التاني مثلا سي او او اتش. تمام، وعندك مثلا اتش، ده اسمه ايه؟ ده اسمه حمض الفورميك. تمام، في مجموعة دالة واحدة وزر، مجموعة دالة واحدة. طب المجموعة دالة واحدة هتقول لي يا اما متزن، يا اما ايه؟ يا اما غير قطبي. ساعتها اشوف عدد ذرات الكربون، عدد ذرات الكربون هنا من 1 لـ5، فيبقى ايه؟ فيبقى متزن او متعادل. متزن او متعادل يبقى هيعمل موجب مع المية وهيعمل موجب مع الايثر. زي الفل، زي الفل. طب لو لقيت سي 6 مثلا، اتش 5، تمام، سي او او اتش، ده حمض البنزويك. اول حاجه عندك مجموعه داله واحده، طب خلاص مجموعه داله واحده يبقى يا اما متزن، يا اما ايه؟ يا اما غير قطبي. ساعتها بشوف عدد ذرات الكربون بتاعها، هنا ذرات الكربون اكبر من 5، الكربون اكبر من 5، فيبقى قولا واحدا غير قطبي. فطالما غير قطبي يبقى هيدوب في الايثر ومش هيدوب في الميه. تمام، مش هيدوب في الميه وهيدوب في الايه؟ وهيدوب في الايثر. زي الفل، زي الفل. كده احنا ايه؟ كده احنا خلصنا اول سيكشن. بس في معلومتين في اول سيكشن، ايه هما المعلومتين دول؟ المعلومتين بيقول لك ان بنزوات الصوديوم، تمام، واسيتات الصوديوم دول قطبي. يبقى بنزوات الصوديوم واسيتات الصوديوم قطبي. بنزوات الصوديوم، طب تعال نرسم بنزوات الصوديوم كده، سي 6 اتش 5، تمام، سي او او ان ايه، دي اسمها بنزوات الصوديوم، دي على طول تبقى قطبي. طب ايه اسيتات الصوديوم؟ سي اتش 3، تمام، سي او او ان ايه، دي اسيتات الصوديوم، دي قطبية. تمام، يبقى بنزوات الصوديوم واسيتات الصوديوم على طول قطبي من غير اي حاجة. كده احنا خلصنا اول سيكشن بسهولة خالص اهو. نيجي للسيكشن اللي بعده. السيكشن اللي بعده كان بينقسم الى 4 حاجات كده. تمام. ايه هما بقى الـ4 حاجات؟ اول حاجة عندك هيدروكسيد الصوديوم ان ايه و اتش. تاني حاجة عندك بيكربونات الصوديوم ب ان ايه اتش سي او 3. تالت حاجة عندك حمض الهيدروكلوريك اتش سي ال. رابع حاجة عندك حمض الكبريتك اتش 2 اس او 4. تمام، ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي بنعمل بقى اختبار، اختبار هل هيدوب فيه ولا مش هيدوب. بص، اول حاجة في التلاتة دول، تمام، في التلاتة دول لو لقيت المركب، تمام، شوف المعلومة دي بقى عشان المعلومة دي مهمة جدا جدا جدا، لو لقيت المركب قطبي او متعادل فيعمل نتيجة موجبة مع ال NaOH ومع ال NaHCO3 ومع ال HCl. هتقول لي ليه؟ لو لقيته قطبي او متعادل. تمام، لو غير قطبي بقى ساعتها هنشوف بقى الشروط التانية. تمام، يبقى لو لقيته قطبي او متعادل هيعمل نتيجة موجبة مع الحاجات دي كلها. ليه بقى؟ او تعليلك ايه؟ تعليلك لان الحاجات دي بتبقى تركيزها قليل، تركيزها 5%. تمام، تركيزها 5% وفيها 95% مية. تمام، ال NaOH وال NaHCO3 وال HCl تركيزها 5% وفي 95% مية. فطالما 95% مية يبقى طبعا القطبي والمتعادل بيدوب طبعا في المية. تمام، قطبي ومتعادل، ففي هنا 95% مية، فعلى طول أي مركب قطبي، تمام، أو أي مركب متعادل بالتالي كده كده هيدوب فين؟ كده كده هيدوب في التلاتة دول. تمام، نيجي بقى للإيه؟ نيجي بقى للهيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم بيعمل إيه؟ قالك هيدروكسيد الصوديوم بيدوب فيها الحمض، تمام، والفينول.
الحمض والايه والفينول زي الفل، يبقى بيعمل نتيجة موجبة مع الحمض والفينول. تمام. طب البيكربونات الصوديوم بيعمل نتيجة موجبة مع الحمض فقط. تمام، معروفة في تانية من تالتة ثانوي ان الايه ان ال NaOH او الهيدروكسيد الصوديوم بيحب الفينول. تمام، طب يبقى الفينول و NaOH، الفينول بيعمل نتيجة مجمع ال NaOH والحمض بيعمل نتيجة مجمع ال NaOH. ليه؟ لأن دي قاعدة. تمام، ودي قاعدة، فالقاعدة على طول هتذوب أو هتذوب الحمض. تمام، يبقى هتعمل موجب مع الحمض زي الفل زي الفل. طب الحمض الهيدروكلوريك بقى، هتقول لي حمض، لا ازاي هنذوب حمض في حمض؟ فلو لقيت حمض على طول وقال لك بيعطي نتيجة مجمع ال HCl، قول له غلط على طول، قول له بيعطي نتيجة سالبة مع ال HCl. تمام، فبالتالي هيبقى ايه؟ فبالتالي أي حاجة ليها تأثير قاعدي، بنزوات الصوديوم يا عم، اي بنزوات عامه، اي مجموعه اماين، تمام، اي حاجه ليها تاثير قاعدي، تمام، بتدوب في الايه، بتدوب في الاتش سي ال زي الفل زي الفل. طب نيجي بقى للاتش 2 اس او 4 بقى. الاتش 2 اس او 4 دي بقى بتدوب او بتاكسد اي حاجه. تمام، بتاكسد اي حاجه ما عدا ايه، بتاكسد اي حاجه ما عدا ان لو عندك مثلا، لو عندك مثلا مجموعة كده فيها ايه، لو عندك مثلا حلقة بنزين فيها مجموعة استبدالية سي اتش 3. تمام، ده ايه، ده الطولوين، ده الايه، ده الطولوين، يبقى مش هتدوب الطولوين ومش هتدوب اي مركب حلقي. تمام، اي مركب حلقي كده الكان حلقي مش هتدوب، يبقى مش هتدوب ولا الطولوين ولا هتدوب الالكان الحلقي. تمام، ولا هتدوب هاليد الالكايل مثلا سي اتش 3 مثلا. تمام، وهنا في ذرة ايه، في ذرة مثلا اكس اللي هي هاليد مثلا، بروم كلور فلور اي حاجة، يبقى مش هتدوب. تمام، احنا خلصنا السكشن، السكشن ده تقريبا شرح على اتنين حاجة زي كده. نيجي بقى للسكشن بقى التالت والرابع والخامس بقى، ناخدهم على مرة واحدة كده. هما اختبارات، اختبار باير واختبار فيلينج واختبار شيف واختبار تولنس واختبار الفينايل هيدرازين، اختبار النيترو بروسيل الصوديوم تقريبا، والهالوفورم والبوركس، حاجات سهلة جدا، حاجات هناخدها ونشوف دلوقتي بالتفصيل بتاعها. تمام، قبل ما ناخد اختبار باير، تمام، ده اختبار باير، ده اول اختبار، انا عايز ابدأ لك باختبار الهالوفورم. تمام، ليه؟ لاختبار الهالوفورم في معلومات زيادة كده هقولها لك، معلومات مهمة جدا هتعرفك اذا كان المركب ده ينفع يدي نتيجة موجبة مع الهالوفورم ولا ما يديش نتيجة موجبة مع، ولا يدي قصدي نتيجة سالبة مع الهالوفورم. تمام. اول حاجة اختبار الهالوفورم، اختبار الهالوفورم ده بيقول لك ايه، بيقول لك بيدي نتيجة موجبة مع الكحول، بس شرط مش اي كحول، قال لك الايثانول والايزوبروبانول. طب ليه بقى الايثانول والايزوبروبانول؟ ركز معايا، دي اول حاجة بيدي نتيجة موجبة مع الكحول، تمام، بس مش اي كحول، كحول اسمه الايثانول. تمام، هقول لك اشمعنى دول. تمام، ايزوبروبانول، طب اشمعنى يا عم دول؟ تعال اقول لك اشمعنى دول. بيقول لك اختبار الهالوفورم، تمام، بيعطي نتيجه موجبه مع البروبانول والايثانول. ليه؟ اول حاجه نرسم الايثانول مس، تمام، اس، وعندك هنا في ايه، او اتش، تمام، ذات الكربونه دي محتاجه لها اتشيتين، تمام، ذات الكربونه دي محتاجه لها اتش 3 زي الفل زي الفل. تمام، ليه بقى الايثانول؟ قال لك لازم تكون مجموعه ميثايل، تمام، مجاورة لذرة كربون تحمل او اتش. مش فاهم حاجة، لازم الهالوفورم عشان يدي نتيجة مجاورة مع الكحول لازم يكون، لازم يكون فيه، اكتبها معايا كده، اكتب في النوت معايا، لازم يكون فيه مجموعة ميثايل مجاورة لذرة كربون تحمل او اتش. مجموعة ميثايل ايه؟ مجاورة لذرة كربون تحمل او اتش. طب لو قلت لي الميثانول، الميثانول سي اتش 3 اهي، تمام، اذا عندك او اتش، هل الميثانول يعتبر يدي نتيجة مجمع مع الهالوفورم؟ غلط. ليه؟ هتقول لي يا عم في سي اتش 3 اهي، في ميثايل، قلت لك لا ركز معايا، قلت لك لازم يكون في مجموعة ميثايل مجاورة لذرة الكربون التي تحمل الاو اتش. هنا مجموعة ميثايل بس مش مجاورة لذرة كربون تحمل الاو اتش، هنا مجموعة ميثايل على طول بتحمل الاو اتش، فايه، فما ينفعش، خلي بالك مهمة جدا، لازم تكون مجموعة الميثايل مجاورة لذرة الكربون التي تحمل الاو اتش، فيبقى يعطي نتيجة موجبة. طب قول لي ايه هو الايزوبروبانول؟ انت طبعا عارف مجموعة الايزو سي اتش، تمام، هنا سي اتش 3 وهنا في سي اتش 3، تمام، والاول يبقى في هنا او اتش. تمام، طب ليه ده يعطي نتيجة مجمع على الهالوفورم؟ لان عندك ايه،
في مجموعة مي صايل تمام، مجاورة لذرة الكربون التي تحمل الـ OH، فيعطي نتيجة موجبة. ده يعطي نتيجة سالبة، الميثانول نتيجة سالبة، والإيثانول نتيجة موجبة، والأيزوبروبانول نتيجة موجبة. يبقى لو لقيت مركب طويل يا عم تمام، ولقيت OH فيه كربونة حاملة للـ OH خارجة منها CH3، فيبقى ده يعطي نتيجة موجبة مع الإيه؟ مع الهالوفورم. تمام كده؟ تمام. نيجي بقى للشرط التاني، بيعطي نتيجة موجبة مع ايه؟ بيعطي نتيجة موجبة مع الأسيتون. طب ليه قلتلك أسيتون؟ ركز معايا بقى، لأن دي مهمة جدا جدا جدا. تمام، قلتلك أسيتون هنا بقى كان ايه؟ هنا قلتلك ذرة في مجموعة ميثايل بتجاوب على ذرة الكربون اللي تحمل الـ OH تمام. هنا بقى اسيتون، وخلي بالك، واسيتال دايد، نخلي الاسيتون عشان شبه بعض، واسيتال دايد تمام، اللي هو في كيتون وفي ايه وفي الديد، بس مش كل الكيتونات والالديدات. ركز معايا، بيقول لك ايه؟ عندك هنا السي تمام، مثلا سي دبل بوند او تمام، اسمها تحت سي دبل بوند او، وعندك هنا مثلا ايه، وعندك هنا اي الكايل تمام، يبقى اسمه كيتون. وهنا في ايه؟ خلي بالك هنا في سي اتش 3 تمام، خلي بالك بقى. قلت لك ايه؟ قلت لك لو لقيت ايه هنا مثلا في سي اتش 3 مثلا، وهنا في سي اتش 3 يعني تمام. لو لقيت ايه؟ لو لقيت هنا ميثايل لازم تكون مجاوره، مجاوره ذرة الكربونه اللي عباره عن كربونيل، اللي هي سي او تمام، اللي هي دي اسمها، دي اسمها ايه؟ دي اسمها كربونيل تمام، اللي هي سي او، اللي هي مجموعه الكيتون يعني تمام. يبقى لو لقيت مجموعه ميثايل مجاوره للكيتون على طول تمام، مجاوره لمجموعه الكيتون على طول، يبقى تعطي نتيجة موجبة. تمام. طب تعال نرسم يا عم مركب تاني. لو لقيت مثلا سي دبل بوند او تمام، وهنا في ار تمام، وهنا في عندك سي اتش 2، وهنا في عندك سي اتش 3 تمام. هنا السلسلة، معلش، هنا السلسلة طويلة، مش سي اتش 3، هنا في السلسلة طويلة طويلة تمام، في سي اتش 2 وهنا سي اتش 3. هتقول لي ايه؟ هتقول لي فين عندك سي او تمام، هتقول لي هل ده يعطي نتيجه موجبه مع الهالو فورم؟ لا، يعطي نتيجه سالبه مع الهالو فورم. ليه؟ لانه قلت لك المعلومه لازم تكون في مجموعه ميثايل مجاوره للكربونيل، او مجموعه ميثايل مجاوره مجاوره للايه؟ للكيتون. هنا في مجموعه ميثايل مجاوره للكيتون، لا دي مجاوره للمجاوره للكيتون، فيبقى ايه؟ فيبقى ما ينفعش. تمام. وهكذا في الالدهيد تمام، الاسيتال دايد عندك سي دبل بوند او تمام، وهنا اتش، وهنا ايه؟ وهنا سي اتش 3 زي الفل، في مجموعة ميثايل مجاورة للإيه؟ مجاورة للسي او، فيبقى إيه؟ فيعطي نتيجة موجبة مع الهالوفورم. تمام، اكتب الحاجات دي معايا، أتمنى تكون فهمتها، اكتبها معايا بقى عشان إيه؟ تكون خلصت كده الإيه؟ خلصت كده اختبار هالوفورم. وبيعطي نتيجة موجبة برضو مع الإيه؟ مع حمض، زي حمض الإيه؟ زي حمض اللاكتيك. تمام، زي الفل. يبقى ده اختبار الإيه؟ ده اختبار الهالوفورم. تمام كده. تمام، نيجي بقى للاختبار التاني، نخش على اختبار باير. اختبار باير، وركز معايا فيه جدا جدا جدا. اول حاجه اختبار معلش نسيت اقول لك حاجه، في اختبار الهالو فورم هي مش مهم قوي، بس ممكن تيجي كسؤال برضه، ممكن تيجي موضوع امتحان. اختبار الهالو فورم الريجنت بتاعه تمام، ال ان اي او اتش واليود تمام، الوسط من ان اي او اتش والايه وفي يود، عشان كده بيتسمى اختبار الايودو فورم. ممكن يسمى اختبار الايودو فورم او الهالو فورم، ليه؟ لانه بيستخدم فيه اليود تمام، بيستخدم فيه الايه؟ اليود. بس كده، ده كل اللي انا عايزك تعرفه عن ايه؟ عن اختبار الهالوفورم. وطبعا الحاجات اللي انا قلتها لك في الاول. بعد كده بقى اختبار باير اكسده واختزال تمام، كي ام ان او 4. كي ام ان او 4 ده جوهر الكشاف بتاعه تمام، او جوهر الكشاف بتاعه ايه؟ كي ام ان او 4 اللي هي البنفسجيه تمام، زي الفل زي الفل. اختبار باير بقى بيقول لك ايه؟ اختبار باير لازم يكون فيه مجموعة مستبدلة عشان يعطي نتيجة موجبة، عشان تتأكسد عامة. طبعا سي او او اتش تمام، وهنا عندك هنا عندك سي، وهنا عندك هنا او مثلا، وهنا عندك سي اتش 3. هل ينفع يتأكسد؟ ينفع يتأكسد تاني السي او اتش او دي؟ تنفع تأكسد الكيتون دي او السي او اتش؟ ما ينفعش تأكسد، فيعطي نتيجة سالبة. تمام، مع ايه؟ مع باير. يبقى باير سهل جدا، شوف اللي ينفع يتأكسد وشوف اللي ما ينفعش يتأكسد بيها. يعني مثلا عندك ايه؟ عندك مثلا مثلا سي او او اتش تمام، احنا هناخدها بالفيلم بعد كده، هديك الحاجات اللي انت بتحب تحفظها.
COOH، وهنا عندك مثلا CH، وهنا عندك مثلا OH، تمام، وهنا عندك CH3. ده ايه؟ ده حمض اللاكتيك، تمام، ده حمض اللاكتيك. هل ينفع يتعمله تفاعل باير، او ينفع يقعد نتيجة مجمع تفاعل باير؟ يقعد نتيجة مجمع تفاعل باير. ليه؟ انك هنا هتشيل الاتشات، تمام، زي الفل زي الفل، ويبقى وهتتحول دي الكيتون، تتحول لكيتون اهي، والسي او او اتش. ده هل هيتاكسد تاني؟ مش هيتاكسد تاني، مش هيعرف، سالب لباير، تمام، وايه، وحمض اللاكتيك موجب لباير، وهكذا بقى. تعالى يا عم، تعالى يا عم نديك مثال تاني، تمام. بص المثال التاني دوت، ادالك في الامتحان مثلا حمض الايه، حمض الخليك، حمض الخليك اللي هو سي اتش 3، تمام، سي او او اتش. هل هينفع يتاكسد ال سي او او اتش؟ الحمض بتتاكسد لايه؟ ما سي او اتش هتتاكسد لايه تاني؟ خلاص كده، فما ينفعش تتاكسد تاني، فيبقى سالب لباير، تمام. طب الاسيتون بقى، سي او، تمام، وهنا سي اتش 3، وهنا سي اتش 3، هل هينفع تتاكسد؟ مش هينفع تتاكسد طبعا، فتبقى برضك سالبه لباير، تمام. نيجي بقى لايه، للحاجات اللي بتعمل نتيجه موجبه مع باير، الحاجات اللي انت بتحب تحفظها. اي رابطه ثنائيه بتعمل نتيجه موجبه مع باير، اي رابطه ثلاثيه بقى، الكين، القاين، اي جلوكوز، تمام. الجلوكوز بيعمل برضو ايه، بيعمل برضو نتيجه موجبه. الالديدات كلها، تمام. الامينات، الاحماض قاسيه السلسله، تمام، قلت لك زي حمض ايه، زي حمض اللاكتيك وحمض الفورميك. دي هقول لك دلوقتي احماض قاسيه السلسله، حمض اللاكتيك وحمض الفورميك، دي بقى لازم تحفظها، لانك مش هتعرف لو جاتلك في الامتحان. حمض اللاكتيك اللي هو سي او او اتش وسي او اتش، انت لو مش حافظها هتقول لي مش هتدي حاجه، هتقول لي اهو خلاص سي او اتش وسي او اتش مش هتدي. هقول لك لا، في الاكسده السي او او اتش والسي او اتش في التفاعل الباير بتاعها دي بتدي سي او 2، تمام، وبتدي ميه. ده حمض قاسي السلسله، ده حمض اللاكتيك. طب حمض الفورميك، حمض الفورميك اللي هو اتش، وهنا سي او او اتش، تمام. ده ايه؟ ده بي ده بيدي برضه نتيجه موجبه. ليه؟ لان بيدي لك بقى سي او 2 وبيدي لك اتش 2 بس، تمام، سي او 2 واتش 2 بس. يبقى حمض الفورميك، تمام، وحمض اللاكتيك بيعطي نتيجه موجبه مع تفاعل باير، تمام. والبنزالدهيد، لان في مجموعه مستبدله، البنزالدهيد بيعطي نتيجه موجبه برضو مع تفاعل باير. عندك البنزالدهيد اللي هو مثلا اللي هو كده، تمام. وهنا في عندك هنا ايه، سي اتش او دهيد، وهنا في ايه، في الروابط يعني، هتبقى سي او او اتش، تمام. طب هل ده ينفع يتاكسد؟ ما خلاص كده حمض البنزويك ينفع يتاكسد؟ لا، فيعطي نتيجه سالبه مع باير، تمام. ال سي اتش او يعطي نتيجه موجبه مع باير، البنزال داي، تمام كده، زي الفل زي الفل كده. احنا خلصنا تفاعل باير كله، او كاشف باير كله، يبقى خلصنا باير وخلصنا الهالفول. نيجي بقى لايه، نيجي بقى لفيلنج وشيف، هناخده مع بعض عشان فيلنج وشيف زي بعض، فيلنج وشيف، وهناخد الفرق بينهم، تمام. الفرق بقى بين فيلنج وشيف، او ايه، اختبار فيلنج واختبار شيف. قال لك اختبار فيلنج بينجح مع الالدهيدات الاليفاتيه بس، الالدهيد، تمام، الاليفاتي بس، تمام. طب الشيف بقى ده فيلنج، وخلي بالك فيلنج برضو بيسمى بندكت، تمام، عشان لو جاتلك في الاختيارات بندكت ما تعيطش، بندكت هي فيلنج، تمام، ما تعيطش، تمام. ففيلنج الديد اليفاتي، تمام. طب ده فيلنج. طب شيف بقى، شيف بينجح مع كل الالدهيدات، سواء كان الديهيد اليفاتي، تمام، او الديهيد اروماتي. الديهيد اليفاتي واروماتي، تمام، ده اختبار شيف. يبقى اختبار شيف بينجح مع كل الالدهيدات، اختبار فيلنج بينجح مع الالديهيد الاليفاتي بس، تمام. طب هنا الفيلنج بينجح مع ايه؟ مع السكريات المختزله زي الجلوكوز، ده فيلنج، تمام. ده ما بينجحش مع الجلوكوز، ده بينجح مع الجلوكوز، ده ما بينجحش مع الجلوكوز، تمام. طب اختبار فيلنج بقى، ناخد بالمره الجوهر الكشاف بتاعه،
جوهر الكشاف بتاعه في عندك فيلينج ايه تمام، وفي عندك فيلينج بي. فيلينج ايه ده كبريتات، كبريتات النحاس CuSO4 تمام. فيلينج بي ده NaOH، لازم تكون عارفها. كبريتات النحاس لونها ايه؟ لونها زرق. فلو في عدم تغير للون الازرق، لو عندك محلول ما تغيرش للون الازرق، يبقى اذا اعطى نتيجه سالبه. ممكن بدل ما يقولك بالاختيارات اعطى نتيجه سالبه مع بندك، يقول لك لون المحلول زير باللون الازرق، فدي باينه اوريدي انها ايه، انه عطى نتيجه سالبه. طب لو عطى نتيجه موجبه، اللون بقى اتغير لاي لون، احمر طوبي يا عم، برتقالي، اصفر، اخضر، بني، اسود تمام، اي لون اداهولك تمام، يبقى كده اعطى نتيجه موجبه. عامه تغير اللون الازرق وخلاص، تغير اللون الازرق تمام، يبقى اعطى نتيجه موجبه. زي الفل زي الفل تمام. طب شيف بقى، شيف قال لك اعطى نتيجه موجبه، يبقى اللون وردي، وشيف ده اختبار اصلا لون شفاف عديم اللون، او كان اللون عديم اللون فيبقى اعطى نتيجه سالبه تمام. زي الفل زي الفل، يبقى كده خدنا اختبار فيلينج او بندكت، وخدنا اختبار شيف تمام. طب لو قال لك بقى، هقول لك بقى الحاجات، المعلومات بقى اللي انت بتحبها. لو قال لك محلول تمام او مركب عامه اعطى نتيجه موجبه مع شيف وفيلينج، يبقى المركب ده تتوقع انه هيكون ايه؟ اعطى نتيجة موجبة، فكر بقى نفس تفكيري كده، اعطى نتيجة موجبة مع شيف وفيلينج، يبقى ده الديهيد. طب الديهيد ايه؟ قلت لك فيلينج ما بيشتغلش غير على الديهيد الاليفاتي بس، بس شيف بيشتغل على الاليفاتي والاروماتي، يبقى اذا ده طبعا الديهيد الاليفاتي بس. ليه؟ لان طبعا بندك او فيلينج ما بيشتغلش غير الديهيد الاليفاتي بس، فيبقى ده الديهيد الاليفاتي تمام. لو اعطى مثلا نتيجة سالبة يا عم مع فيلينج، واعطى نتيجة موجبة مع شيف، يبقى ده ايه؟ اذا ده الديهيد اروماتي. ليه؟ طالما اعطى نتيجه سالبه مع فيلينج يبقى ما نجحش في الاليفاتي، واعطى نتيجه موجبه مع شيف يبقى نجح في الايه، يبقى نجح في الاروماتي، يبقى ده الديهيد اروماتي تمام. طب لو اعطى نتيجه موجبه مع فيلينج ونتيجه سالبه مع شيف، يبقى ده ايه؟ يبقى ده على طول قولا واحدا جلوكوز، السكر المختزن الجلوكوز تمام. اعطى نتيجه موجبه مع فيلينج وما اعطاش نتيجه، وما اعطاش نتيجه موجبه مع شيف، او اعطى نتيجه سالبه مع شيف. ليه؟ لان اعطى نتيجه موجبه مع ايه؟ مع فيلينج، فيبقى ايه؟ جلوكوز. لو كان اعطى نتيجه موجبه مع شيف وفيلينج يبقى ايه؟ يبقى طبعا ده الديهيد اليفاتي. زي الفل زي الفل، اتمنى تكون فهمت الموضوع. اكتب الحاجات اللي انا بقولها لك وركز معايا هتفهم كل حاجه كده. احنا خلصنا اختبار الهالوفورم، خلصنا اختبار باير، خلصنا اختبار فيلينج، خلصنا اختبار شيف تمام. الحاجات الباقيه بقى بسيطه جدا، الحاجات الباقيه بسيطه جدا. عندك بقى اختبار تولنز، واختبار الاختبارات دي بتتاخد بقى في بتتاخد نظري بقى، ملهاش تفاصيل كتير. اختبار اسمه اختبار تولنز تمام، اعتبر دي بقى سين والنبي ما تفضحناش. دي اختبار تولنز، ودي اختبار الفي نايل، اسمه في نايل هيدرازين، هيدرازين والكتابة والله مرازياني. هيدرازين، واختبار نيتروسيد الصوديوم تمام. وفي اختبار الاخير بقى اسمه ايه، اختبار بوركس تمام. اختبار بوركس تعرف بس بتعمل نتيجه مجامعة مع ايه؟ اختبار تولنس بيعمل نتيجه مجامعة مع كل الالديهيدات تمام، مع كل الالديهيدات. اكتب معايا، مش هكتب هنا، اسمعني واكتب انت عشان تبقى المعلومه في دماغك تمام. اختبار التولنس مع كل الالديهيدات، سواء كان بقى اروماتي او اليفاتي، ومع السكريات المختزله زي الجلوكوز تمام. والكاشف بتاعه اسمه ايه؟ اسمه هيدروكسيد الفضه النشادر، هيدروكسيد الفضه النشادر تمام. طب الفينار هيدرازين بيعت نتيجه موجبه مع الالديهيد تمام، وبيعت نتيجه موجبه مع الكيتون، يبقى الكيتون اهو مع الفينار هيدرازين تمام. طب النيتروسيد الصوديوم بقى بيعت نتيجه موجبه مع الكيتون بس، كيتون بس تمام. نيتروسيد الصوديوم احفظ مع الكيتون. زي الفل زي الفل. طب البوركس بقى اخر حاجه، البوركس بقى بيعطي نتيجة موجبة مع أي حاجة عديدة الهيدروكسيل، عديدة، خلي بالك عديد تمام، عديد الهيدروكسيل، ما فيهاش او اتش واحدة، لا عديد الهيدروكسيل. زي ايه يا عم؟ زي الجلوكوز يا عم، عديد الهيدروكسيل. زي الجليسرول، عديد الهيدروكسيل. زي الاسيلين جلايكول، عديد الهيدروكسيل. زي الفل كده زي الفل يا عم. كده احنا بفضل الله خلصنا الجزء العملي كله تمام، وخلصنا جزء التسمية كله، عملنا ريفيجن سريع. نيجي بقى نحل أسئلة بسيطة كده، أو أسئلة اللي نزلت على الإيه، على الجزء بتاعنا دوت، وأسئلة على التسمية. تعالى بقى نحل الأسئلة دي، الأسئلة دي مهمة جدا برضو تمام. أول حاجة أنت بتختار أطول سلسلة كربونية، هتختار السلسلة دي بتاعتك تمام. زي الفل زي الفل. عندك ميس اس بروب بيوت بنت هيكس تمام،
يبقى ايه، وكل الروابط احادية تبقى اكس ان. تمام كده؟ تمام. اول حاجة انا قلت لك، انت اول حاجة لو المركب مش مرسوم بترسمه، يعني اول حاجة لو مديك المركب كصيغة جزيئية بتحوله للصيغة البنائية بترسمه، تمام، عشان يبقى واضح معاك. بس هو كتر خيره رسمه لنا. تمام. قال لك اسم العلم طبقا للايوباك. اول حاجة ايه، بتشوف المجاميع الوظيفية بعد ما خدت السلسلة الطويلة. تمام، هنا عندك سي او اتش، وهنا عندك في سي او ار، يبقى ده ايه، خلي بالك لو انت ما قريتش الاتش دي او ما خدتش بالك منها هتقول لي ده كيتون وده كيتون، فهتقول لي داي كيتون، فهتقول لي ان في يعني اتنين كيتون. تمام، فازاي ما ينفعش، لا ده عندك الديد وده كيتون. طب في الجدول بقى ركز معايا، راجع الجدول، الالديد الاول ولا الكيتون؟ لا الالديد الاول، فالالديد فهتسمى حسب الايه، السفكس بتاعه اللي اخره ال. تمام، ودول 6 ذرات كربون يبقى هيكسانال. تمام، ودي ايه، ودي البريفكس بتاع السي او اسمها اوكسو. تمام، فهتبقى ايه بقى، رقمها رقم كام، هل رقم ليها ولا رقم ليها؟ قلت لك هترقم حسب البريوريتي للمجموعه الوظيفيه الاسبقيه في الجدول، بتبقى 1 2 3 4 5، تبقى 5 اوكسو هيكسانال، 5 اوكسو هيكسانال، زي الفل، خدت الدرجه بتاعتك. تمام. تعجين ذرة الكربون بقى في المركب من نوع ايه، هنا ذرة الكربون دي فيها دبل بوند، يبقى فيها قصدي رابطه باي واحده. تمام، او دبل بوند يعني رابطه باي واحده، يبقى اس بي 2. تاني ذرة الكربون دي كل رابطة أحادية اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3، ودي اس بي 2 ودي اس بي 3، بقى تعجين ذرة الكربون من نوع اس بي 2 و اس بي 3. تمام، بيقول لك بقى ايه الجزء العام اللي احنا خدناه بقى، يقعد نتيجة موجبة مع اختبار ايه. قال لك في الاختيارات بقى باير وشيف. تمام، هل هيقعد نتيجة موجبة مع باير؟ ركز، باير قلت لك بيقعد نتيجة موجبة مع ايه، مع الالديدات كلها. طب ما ده الديد. تمام، يبقى صح، يبقى نتيجة موجبة مع باير، يبقى أي باير هيبقى صح، أي باير هيبقى صح، أي باير هيبقى صح. تمام، طب شيف، شيف ده ايه، مع كل الديدات سواء كان ألفات أو أروماتي، ده الديد صح، يبقى يقعد نتيجة موجبة مع شيف، يقعد نتيجة موجبة مع شيف صح. تمام، طب في فقط، طب ما في حاجات تانية بقى ممكن نثبت فقط لو الحاجات التانية دي نفعت. تمام، الهالو فورم، يقعد نتيجة موجبة مع الهالو فورم. فاكر الهالو فورم كان لازم اسيتال دايت او السي او اتش لازم تكون لازقه فيها سي اتش 3، دي مش لازقه فيها سي اتش 3، ما ينفعش. طب هل بقى، خلي بالك بقى، الكيتون، فاكر لما قلت لك الكيتون السي او لازقه فيها سي اتش 3، ايه مجموعه ميثايل متجاوره للكربينول، فينفع له فورم، يبقى ينفع له فورم صح، انا ينفع له فورم صح. طب هل فقط، لا مش فقط، ما خلصنا باير ينفع والشيف ينفع والفورم ينفع، قلت لك شيف ينفع. طب تعالى نيجي بقى نشوف فيلينج بقى، بس انا ما ينفعش فقط. تمام، وانا ما ينفعش فقط. طب فيلينج ينفع، تعالى نشوف فيلينج، هل فيلينج ينفع؟ فيلينج ده مع الالديهيدات الالفاتي بس. طب ما ده الديهيد الفاتي. تمام، طب كده فيلينج ايه، كده فيلينج ينفع. تمام، فيلينج ينفع بس ايه، بس مش فقط. شوف بقى، شوف بقى الام سي كيو، الاختيارات كلها نفعت اهي، بس ايه، بس كلمة فقط دي ما تنفعش، يعني كلمة فقط دي ما تنفعش. هما كلهم بقى، كل ما سبق بقى باير بقى وشيف وهالو فورم. تمام، زي الفل، يبقى الإجابة ايه، يبقى الإجابة دي الايه صح، بس مش فقط، يبقى ممكن كان يحط باير وشيف وهالو فورم وفيهلينج. تمام كده، تمام كده احنا خلصنا ليه حل السؤال الأول. نيجي للسؤال التاني، السؤال التاني بيقول لك ايه، السؤال التاني بيقول لك 4 شرطة 1 ميثايل بيوتايل، 1.4 1.4 شرطة هيكسان داي، هيكسان داي ان. تمام، قال لك هيكسان داي ان يبقى فيه رابطتين. تمام، واول حاجة في قال لك ايه، في عندك الرابعة في 1 ميثايل بيوتايل، فدي سلسلة كده مش هتنفع اصلا، اول واحدة مش هتنفع، هنا في ميثايل تمام، ميثايل بيوتايل تمام، وهنا في ميثايل تمام، هنا في مثال تمام، يبقى واحدة من دول، ركز معايا وانا بختار كده. تمام، هنا في ايه بقى، ناخد مثلا دوت ميس اس بروب بيوت بنت اكس. تمام، زي الفل. تمام، وقال لك ايه، وقال لك 1 4، يبقى 1 2 3 4، الرابطة فين هنا، المركب مش باين، الرابطة تقريبا رابطة هنا في عند الخمسة مش الرابعة، فاذا بيه ما ينفعش تقريبا، يعني لو انا شايف كويس. تمام، استنى نعلي الاضاءة كده، الاضاءة بتاعت الشاشة. بص بقى رقم ج مس اس بروب بيوت بنت. تمام، هنا الذره الكربونه الاولى اهي، التانية التالتة الرابعة. تمام، الرابطة عند الرابعة وعند الاولى،
فيبقى صح، يبقى 1.4 هيكسان داي ان. وهنا عندك ايه فرع ميسايل، تمام فرع ميسايل، وهنا ايه ميث اس بروبيوت بيوتايل، يبقى ميسايل بيوتايل، تمام. يبقى هنا عندك ميسايل اهو بيوتايل، وكلهم خارجين عند الاربعة، يبقى اربعة شرطة افتح قوس 1 ميسايل بيوتايل اقفل القوس 1.4 هيكسان داي ان، يبقى الإجابة جيم. مش عارف ليه محلولة ألف الصراحة، هي هتبقى جيم. تمام. بيقول لك ايه بقى، يعطي نتيجة موجبة مع اختبار ايه المركب دوت، يعطي نتيجة موجبة مع اختبار ايه، هل اختبار باير؟ اختبار باير اه يعطي نتيجة موجبة مع اختبار باير، لأن اختبار باير فيه هنا رابطة ثنائية، يعطي صح. طب شيف، شيف بيعطي مع كل الألديدات الأليفات والأرومات، بس ده مش ألديد يبقى ما ينفعش شيف، تمام. طب باير، باير قلتلك ينفع. فيلينج، فيلينج مع الالديد الاليفاتي بس والسكرات المختزله، يبقى ما ينفعش فيلينج، يبقى استبعدنا اول اختيارين. هالو فورم، هالو فورم يعطي نتيجه موجبه مع الكحول او اللي هو الاسم او الايزوبروبانول مع الاسيتون، تمام، اسيتالدهايد، مش شايف حاجات من دي، يبقى ما ينفعش هالو فورم، يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع باير. تمام. شفت انا بحل ازاي؟ ركز في الحل ده لان الحل ده هيفيدك جدا جدا. تمام، نحل مع بعضينا بقى السؤال الأخير دوت، وكده نكون عملنا ريفيجن سريع على جزء على الجزء العملي، تمام، والجزء النظري، تمام، بتاع الميد ترم يعني، ومع بعض حاجات كويسة. تمام، انا قلت بدل ما نحل كتير قوي، تمام، احنا حلينا حاجات كويسة اه، بس قلت بدل ما نكتر في الحل قوي نشرح لك احسن، تمام، شرحت لك احسن عشان تستفيد من الشرح في انك تحل اي حاجة مع نفسك بقى. تمام، فاحنا هنحل حاجات بسيطة دلوقتي عشان ما نطولش قوي معاك، عشان يبقى ليك فرصة بقى انك تحل بقى مع نفسك. فهنحل الحاجات دي، تمام. بيقول لك المركب التالي، تمام، قال لك اسمه العلمي، اول حاجة بتحدد ايه السيستم، هنا ميث اس بروب بيوت، تمام، وهنا عندك في سي او اتش، وهنا عندك في سي او اتش، تمام، عديناها مع بعضينا فتبقى ما ينفعش كربوكسيليك اسيد، لان الحاجات اتعدت مع بعضينا. ركز، لو انت مش فاهم دلوقتي، فاكر لما قلت لك الفرق بين سافكس بي والسافكس ايه، يبقى كربوكسيليك اسيد دي سافكس بي ما تنفعش، يبقى يا اما اويك اسيد يا اما اويك اسيد يا اما اويك اسيد، صح كده، صح، يبقى تعالى مستبعد معايا. تمام، هنا عندك ايه بترقم حسب ايه، هترقم حسب دي 1 2، طب حسب دي 1 2 هي تبقى 1 2 مثلا 3 4، تمام، حسب المجموعة الوظيفية اللي هي دي، وفي رابطة ايه، تمام، يبقى ايه الرابطة دي عند رقم كام، عند رقم 2، فيبقى 2، تمام، 2 بيوتين، 2 بيوتين، تمام، وهنا عندك داي اويك اسيد، تبقى 2 بيوتين داي اويك اسيد، هنا عندك بيوتين داي اويك اسيد، طب فين رقم 2 بتاعت البيوتين، هنا ادالك رقم 1 فتبقى ما ينفعش. هنا عندك 1.4، ازاي 1.4، ازاي هنا في رابطة واحدة بس، ولا النضارة خدعتني ولا ايه؟ لا في رابطة واحدة، يبقى ما ينفعش دي، يبقى الإجابة القول واحدا دال 2 بيوتين داي اويك اسيد. تمام. السؤال التاني، السؤال التاني بقى بيقول لك ايه، السؤال التاني بيقول لك بيقول لك ايه، بيقول لك الرمز البنائي للمركب التالي، تمام، بيقول لك 5 امينو 3 هيدروكسي 2.4 هيكسان داي. بص، اول حاجة انت لقيت مركب كبير كده هتتخض، هتقول لي اعمل ايه، ركز معايا كده وصلي على النبي. تمام، قولك اول حاجة بتبدأ بالبيرنت بارت، هيكسان يبقى 6 ذرات كربون، افرش له 6 ذرات كربون، نكتب له الاسم عشان يبان، تمام، افرش له 6 ذرات كربون، 1 2 3 4 5 6، زي الفل يا باشا، زي الفل. قالك داي اون، اون يعني كيتون، تمام، وقالك 2.4، يبقى عند الاتنين في او، تمام، 3 4، وعند الاربعة في ايه، في او، تمام، يبقى 2.4 ايه دايون، اللي هو الايه الكيتون اللي هو سي او ار. تمام، كمل اشتك بقى مع نفسك، بس في 3 هيدروكسي، فهنبدأ 1 2 3، فتبقى في 3 هيدروكسي، تمام، او اتش، وفي 5 امينو، يبقى 1 2 3 4 5، يبقى في 5 امينو، يبقى هنا ان اتش 2، تمام. رسمت مركب بقى، اختار في الاختيارات، هتحط رجلك على رجل وتعرف تختار صح. تمام، آه، ليه قلنا هيدروكسي؟ علشان الكيتون تسبق الهيدروكسي فما اسموش اول، فيبقى اسمه كيتون، والهيدروكسي جت كبريفكس مش سافكس، فيبقى او اتش. تمام، بنرقم من هنا 1 2 3 4 5 6، لقيت المركب ده في الاختيارات، عندك سي اتش 3 سي او، تمام، هنا سي اتش او اتش، تمام، وهنا سي اتش، لا يبقى دي ما ينفعش، تمام، هنا سي اتش 3 صح،
هنا دي تمام، لان اتش 2 هنا في سي او صح، وهنا في سي اتش او اتش صح، يبقى الاكتور ب. طب اعتقد يعني اكتور ب صح. بقى في سؤال بيقول لك بقى يمكن اجراء اختبار شيف للتمييز بين ايه. اول حاجه طالما قال لك للتمييز بين ايه يبقى لازم تشوف، طالما تمييز يبقى لازم تشوف يقعد نتيجه مجاوره مع ايه وسالبه مع ايه، تمام. دي فكره السؤال بس كده، التمييز يبقى تعطي نتيجه مجاوره مع ايه وسالبه مع ايه، لانك لو خدت الاثنين يقعد نتيجه موجبه فمش هتميز، فيبقى اختيارك غلط. لو اخترت الاثنين يقعد نتيجه سالبه يبقى مش هتميز برضه، يبقى اختيارك غلط. فلازم تشوف مركب يقعد نتيجه موجبه ومركب يقعد نتيجه سالبه. ناخد اول مركب اي ثانال ومي ثانال، تمام. الاثنين طبعا ايه يقعد نتيجه موجبه مع اختبار شيف. ليه؟ لانك كل الاليدات الالفات والاروماتي تنفع، ودي اليدات الفات فتقعد نتيجه موجبه فمش هنميز، تمام. تمام الايثانول والايثانال، تمام. ايثانول نتيجه موجبه صح، طب الايثانول نتيجه سالبه، فواحد هيقول لي ده موجبه موجبه فهختارها. لا ما ينفعش، قالك للتمييز فيعطي نتيجه موجبه وسالبه، يبقى الاختيار ب صح. تمام. طب الايثانول والميثانول سالب سالب، ما بيديش نتيجه موجبه اصلا مع الكحولات، تمام. يبقى ما ينفعش، مش هميز بينهم. الايثانويك اسيد لا سالب، طب الميثانول سالب برضه، فالاجابه قولا واحدا هتبقى ب. تمام. نيجي بقى لاخر سؤالين، بيقول لك يتم استعمال محلول بيكربونات الصوديوم للتمييز بين ايه. بيكربونات الصوديوم لو فاكر معايا، بيكربونات الصوديوم كانت بتذوب الاحماض بس، يبقى انا عاوز حمض واي حاجه تانية، تمام. بس في نفس الوقت ما تكونش ايه، في نفس الوقت ما تكونش طبعا قطبيه او متعادله، تمام. فايه، فبيكربونات الصوديوم للتمييز بين ايه، عندك اسيد ايه وعندك اسيد، فمش هيميز بينهم، تمام. عندك هنا ايه، عندك ثانوات، تمام. لا ما ينفعش. عندك هنا ايه، ميثانويك اسيد، تمام، حمض اهو، وهنا ميثانال، فيميز يعطي هنا نتيجه موجبه وهنا يعطي نتيجه ايه سالبه. إيه ميثانول وايثانول غلط، فيميز بين ايه، بين الاجابه هتبقى رقم ج، تمام كده زي الفل زي الفل. السؤال رقم 10 بيقول لك ايه، يقول لك يستعمل محلول HCl للتمييز بين محلولين ايه. HCl زي ما قلت لك بيعمل ايه، لازم اي ماده لها تاثير قاعدي، تمام. البنزوات قلت لك اي بنزوات لها تاثير قاعدي صح. طب الايثانول لا مش هيعوض نتيجه، يبقى هنا سالب وهنا موجب، فهيميز يبقى الاجابه صح دي، تمام. هنا مش هيعوض نتيجه، هنا ولا هنا، يبقى حمض ما ينفعش اصلا وهنا ما ينفعش. صوديوم بروبانوات، تمام، ما ينفعش. هنا اسيد، هنا حمض وحمض، ما ينفعش اصلا، تمام. يبقى الإجابة الصح ألف، تمام زي الفل زي الفل بقى. يبقى احنا كده بفضل الله نكون حلينا مع بعض أسئلة كويسة جدا جدا جدا، تمام. الأسئلة دي هتفيدك، تمام. الأسئلة دي هتفيدك جدا في ال الأسئلة دي هتفيدك جدا في الميد ترم يعني، إن شاء الله، تمام. لما جالكش نفس السؤال طبعا هيجيلك نفس الأفكار إن شاء الله يعني. فبس كده كده يعني بفضل الله نكون عملنا كل اللي علينا، نكون حلينا الأسئلة، نكون شرحنا شرح وافي بفضل الله، تمام. كل اللي عليك بقى انك تعمل ايه، ما تسمعش الفيديو بس. انت كده سمعت الفيديو حصلت على 80% من المعلومات بتاعة المنهج، بس انت مش بيرفكت، انا هو اللي بصور لك الفيديو، انا اللي تعبت على الفيديو، تمام. بقول لك مش هتبقى بيرفكت يعني، المفروض واحد زيي يقول لك لا انت كده خلاص هتبقى 100% وتنين مجنح ومش عارف ايه. لا مش هتبقى بيرفكت، ما فيش حد منا بيوصل للكمال، الكمال لله وحده طبعا، تمام. بس انت بعد ما سمعت الفيديو دوت افتح بقى الكتاب، تمام، بتاعك، اقرا الحاجات تاني، تمام، التسمية اقرا تاني، اقرا الحاجات، تسمع الفيديو الاول تاني لو انت ما سمعتوش، لو في حاجات مش عارفها، بس احنا علمنا حاجات كتير في الفيديو دوت ان شاء الله تكون وافية يعني، تمام. والسكاشن بقى اقرا السكاشن لو انت كاتبها، لو انت مش كاتبها وكتبت معايا اقرا النوتس اللي انا قلتها لك، تمام. وبس كده، اتمنى يكون الشرح عجبك وفادك، وبالتوفيق ان شاء الله. القاكم بقى بعد الميد ترم ان شاء الله، ربنا يوفقنا جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.